بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. علمنا لماذا نحب الأهلي، فهل فكرنا كيف نحبه؟ أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. المهندس عدلي راجع من الأجازة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، راجع سوق. وحشتني وحشني سادة المشاهدين، وهو وإن كانوا 8 أو 9 أيام لكن حدث فيهم أحداث كثيرة جدا، وكنت أتابع يعني الأمر. أكنهم يعني كل يوم أكنه شهر. الحمد لله على السلامة، الله يسلم، وإن شاء الله تستمتعوا بحلقة مهمة جدا فيها 6 عناوين. تاني يخسر بس الأهلي ما يكسبش، والرئيس المسابقات كمان من بنها، لكن السماء تنتصر للمبادئ. من الدافية للفينيقية ما بتتوبش. قرار السوشيال ميديا الأزمة والمعنى، ونهايته الأهلي في حتة تانية خالص. محتوى نتمنى أنه يجاوب لحضراتكم على علامات استفهام كتيرة كانت في الفترة اللي فاتت، لكن خلونا في البداية نبارك لبطلة مصر وبطلة النادي الأهلي جيانا فاروق، بطلة الأهلي في الكاراتيه، فازت بالميدالية الذهبية للدور العالمي عشان تكون على الطريق مع بطلات وأبطال الكاراتيه بإذن الله تعالى في المونديال أو في الأولمبياد. جيانا فاروق خدت الميدالية الذهبية والمركز الأول للدور العالمي في اليابان، اتغلبت على المنافسة الفرنسية ليها في الدور النهائي من البطولة في وزن تحت 61 كيلو جرام بنتيجة 4-3 لتحتل جيانا فاروق المركز الأول في الدور العالمي. وشارك منتخب الكاراتيه في البطولة باللاعبين أحمد أشرف وعلي الصاوي وعبد الله ممدوح وطه طارق وسارة عاصم ورضوى سيد وجيانا فاروق وفريال أشرف وياسمين حمدي. حقق الكاراتيه المصري 15 ميدالية متنوعة في بطولة الألعاب الأفريقية مؤخرا في المغرب، ونتائجه في الدور العالمي تبشر بالخير إن شاء الله. في حركة وحراك رياضي أظهرته الأرقام القياسية في عدد الميداليات الذهبية والعدد الإجمالي للميداليات، عدد غير مسبوق، يمكن زاد 50% عن آخر أو 40% عن آخر يعني دورة. بإذن الله تستمر هذه النهضة، ولكن هل يواكبها نهضة أخلاقية أو نهضة تعمق المعنى الحقيقي لممارسة الرياضة؟ أستاذ إبراهيم رأيك؟ رأيي أنا خايف جدا، خايف جدا، ولذلك أنا قلت لك كنت عمال أتأمل في الفترة اللي فاتت وأنا بعيد وبقرأ وبشوف حاجات. الحقيقة عايز أتوقف، ولا لما تيجوا فقرته، عند قرار مجلس الإدارة اللي خده بخصوص التعامل مع وسائل، لأن أنا كنت مجهز الانترو بتاعي كنصيحة أقدمها لإخواتي الصغيرين أعضاء مجلس الإدارة، فأتت منهم إدراكهم للمسؤولية. كويس جدا ان تنبهوا لهذا الامر. حنأتي ليها بالتفصيل، لكن دعونا نشاطر نادي الزمالك الشقيق والمنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك الشقيق الاحزان في وفاه الناقد الرياضي الشاب الصديق والزميل محمد فاروق، عضو المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك الذي وفاته المنيه هذا الاسبوع. كل التعازي لاسرته وكل الدعاء ليه بالرحمه يا رب، وربنا يصبر اهله. حقيقة بنفقد شباب صغير في مقتبل العمر، ويعني بتبقى حاجة تقيلة تقيلة على الأهل والأصدقاء والمجال والزملاء، ولكن إرادة الله اللي دايما له حكمة في كل ما يحدث لنا. الأهل بيواصل استعداداته الجادة علشان يواجه بطل غينيا الاستوائية. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة هيسافر الليلادي والكابتن سمير عدلي علشان يرتبوا للبعثة انتظارا لوصولها بإذن الله تعالى. الأهلي تم أو رحب بتعديل موعد مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دور الـ 32. المباراة يوم السبت اللي جاي، هتتلعب الساعة 5 مساء بدلا من الساعة 3 عصرا بناء على طلب كانو سبورت الفريق المنظم. والأهلي تلقى هذا الاتصال ورحب
بهذا التعديل، كما وجه الشكر أيضا للسفير المصري في غينيا الاستوائية السفير حاتم حسوبة وطاقم السفارة للمجهودات الكبيرة اللي بتبذل للحياة من جانب أعضاء السفارة لاستقبال بعثة الأهلي وترتيب كل الأوضاع الخاصة بالبعثة لدى وصولها إن شاء الله. إجراءات مهمة ولكن اعتاد عليها النادي الأهلي، أصبحت من ضمن نظام العمل. أيوة. ومؤكد أن العناية بالتفاصيل قبل السفر وأثناء الإقامة بيبقى لها دور مهم جدا بينعكس في الأداء في الملعب إن شاء الله. والأداء في الملعب زي ما أنتم شايفين، التدريبات جادة جدا في ملعب مختار التتش يوميا بقيادة ريني فايلر المدير الفني اللي حرص على غلق التدريبات. كانت المسائل مفتوحة في طوال الفترة اللي فاتت، وسائل الإعلام بتحضر، الناس كلها بتتفرج على بدايات عمل الجهاز الفني السويسري الجديد اللي تولى المهمة. لكن دخل الراجل خلاص في أجواء مباراة رسمية مهمة، أغلق التدريب وقرر التركيز بشكل جاد في مباراة كان سبورت، ودي المهمة الأولى أو السفرية الأولى لريني فايلر إلى أفريقيا. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله. بمناسبة فايلر، لأن المدرب اتحسم وأنا كنت بره وتابعت، وأنا برضو أنا يعني قد يدهش السادة المشاهدين وبعض الزملاء النقاد إن أنا نفسي يعني استوقفني هذا الاختيار، وهو اختيار بالنسبة لي كان فيه بعض الغموض. لكن أنا ليه بقول هذا الكلام؟ لأن لقيت ردود فعل مش منطقية. التقييم حسب الانطباع، أو احنا بنحط لنفسنا صورة ونحاسب الآخرين عليها. يعني إذا لم تأتي القرار أو الواقع يطابق الصورة الذهنية اللي احنا رسمينها، محدش قال أبدا أن في ضمان لنجاح أي مدرب. يعني أنت لو رحت جبت جراديولا، ممكن كميته تركب في مكان وتركبش في مكان تاني. لأن التعليق الوحيد اللي طمني شوية أن المدرب في مؤتمر الصحفي ما كانش راجل جاي يبيع ما يطلبه المشاهدون أو ما يطلبه الجماهير. هتعمل إيه البطولات؟ قال لهم كل ده مرتبط بالقماشة اللي حلاقيها، هنقلها الأسلوب المماثل أو الأمثل. أتمنى، وأنا شايف أن كل يوم الراجل ابتدى يكسب مصداقية ويكسب أرضية. يهمني جدا شخصية المدرب بقدر ما يهمني كفاءته ورؤيته وذكاؤه في إدارة المباريات وتقييمه للعناصر اللي معاه. ولكن في الآخر يا أستاذ إبراهيم، الناس لا تتعامل إلا مع النتائج. دي صابر الذي كان النجم الأوحد في مباراة الأهلي والأسبق، والناس بتلومك كنت فين لما دي صابر راح منك امبارح، يتلقى الانتقادات والناس بتلوم شفته بقى كنت هتقولوا ايه لو حصل معانا كده. مفيش، انا دي صابر مدرب كويس يعجبني يعني، لكن مفيش حاجة اسمها ان انا اقيم من منظور النتيجة فقط. لكن للأسف هو ده الواقع، ده الواقع اللي هتم عليه الأمور. النتائج ستحدد تقييمنا لكل شيء. ريني فايلر هيخوض أولى المباريات الرسمية مع الأهلي محليا، هتكون مباراة السوبر مع الزمالك يوم 20 هذا الشهر، بعد ما الاتحاد المصري لكرة القدم أخطر النادي الأهلي بهذا الموعد يوم 20 سبتمبر مباراة السوبر. يوم الخميس إن شاء الله هتجرى قرعة الدوري الممتاز الجديد، ويتعرف البداية هتكون إزاي في ضوء القرعة اللي هتعقد أو هتجرى يوم الخميس إن شاء الله. طيب، أولى فقراتنا والسماء تنتصر للمبادئ. قبلها ما كنت متعود تسألني على الجملة اللي بقولها. الزهر ما حشتكش ولا حاجة. إزاي بقى؟ أمال إزاي أنا في البداية؟ يعني أنا بقول علمنا كي لماذا نحب الأهلي؟ إحنا بنحب الأهلي الحاجات كتير، لعظم طول تاريخه والقيم والتقاليد ولدوره وريادته لما يمثله. معلش انا حريص ان انا ارجع للنقطه دي، لان الحقيقه انا لما اشوف ان انا ماشي في سكه اعلاميا حتى في القناه هنا او من خلال هذا البرنامج، وانا شايف ان البرامج الاخرى ماشيه قريبه جدا من هذا النهج، ان احنا خدنا ان احنا اصحاب رساله للمجتمع ولينا دور
دورنا أن نعمق المفهوم الرياضي، دورنا أن نكون صادقين مع جماهيرنا، دورنا أن احنا ندافع بالحق وبالحق فقط عن نادينا وما يناله من افتراءات وتجاوزات. دورنا أن احنا نعرف الناس بالأهلي وتاريخه ونشأته ومصادر الزهو والفخار. فهو ده لماذا نحب الأهلي. وعندما وضعنا أستاذ إبراهيم، دعني أتقف أمام جملة بتاخدنا في سياق قد يكون مش مفيد أوي للنادي الأهلي. مش الأهلي مفيد. فوق طبعا أنا هتكلم بصراحة، وعايز الناس خصوصا ولادنا اللي بيسمعونا يستحملوني، يعني تاني وتالت وعاشر، أنا مش عايز حاجة، مش عايز حاجة خلاص. يعني أنا ما عنديش وقت أعوز حاجة. ربنا يديك الصحة دكتور، بصرف النظر ربنا يدينا الصحة كلنا رب، لكن خلاص أنا حققت اللي أنا أتمناه والتصقت بالنادي اللي بحبه، ولم أعمل في معظم حياتي غير في تحقيق أهدافه، يعني كرست نفسي لهذا الأمر. فمش عايز حاجة. أنا بقول كده من خوفي على النادي الأهلي. هو أنا لما كنت بقول الأهلي مخترق يا جماعة وخطورته إيه، كان بيترد عليا من المسؤولين وقتها، وإيه يعني والأهلاوية عملوا لنا إيه، ده ناس محترفة، إن يكون زي ما كان مالي ليه الدعوة بأدائه. النهاردة إحنا بندفع تمن دي، وهنرجع لها في الفقرة بتاعتها، بندفع وهقول لك كيف وصل الاختراق إلى أعمق من اللي إحنا شايفينه ده. لكن أنا بتكلم إحنا لما تقيلت الأهلي فوق الجميع، أنا حكيتها لكن هحكيها تاني، كنا 17 واحد مع الكابتن صالح عايزين منهم 10 في انتخابات 92 92 وكلهم اسماء تخض، 17 واحد ما فيش حد فيهم ما تتمناش انه يكون عضو مجلس اداره. طب هنعمل ايه؟ فالكابتن صالح سال، فانا يعني كان عندي راي ان احنا نقدم له 17 تنازل وهو يختار مننا 10 يقطع التنازل بتاعهم ويقدم السبعه التانيين، فتقدم له 16 تنازل. فالكابتن صالح قال يا 17 تنازل، لكن لو واحد بس شايف ان هو من حقه ينزل ومش هيلتزم يبقى ده حق الباقي، يبقى ده حق الباقيين، ولا يؤخذ شيء بسيف الحياء. يعني مش عشان انتوا محرجين مني او محرجين، لا، يبقى كلكم تنزلوا بس تساعدوا بعض وخلينا على قلب رجل واحد. فالكابتن نعمان رحمه الله عليه كان موجود، فقلت لهم هننزل كلنا تحت شعار الاهلي فوق الجميع، جميعنا. ايوه جميعنا. وكان اثناء الانتخابات الناس تسال ايه الجميع، قلت له جميعنا ما تاخدوناش في ابعد من هذا. فضل يتطور الامر النهارده ان الاهلي فوق الجميع بتستخدم في خارج سياقها، فبتعمل لك بعض مناطق الحساسيه مع الاخرين. احنا مش اعلى من حد، احنا اعلى من نفسنا، اعلى من زمايلنا. امام الاهلي كلنا في الاهلي اصغر من هذا الاسم. مصلحه الاهلي لدى ابنائه فوق كل الاعتبارات، فوق كل اعتباراته. فارجوكوا خلونا في هذا الاطار، ما تاخدوش الدنيا في سكه تانية، لان بدات تستخدم حتى في التعالي بيننا وبين بعض على بعض. انا بشوف اشتباكات وكل واحد حاطط لك الاهلي فوق الجميع، لكن لا يطبق هذا الامر لانه بيطبقه على غيره. احنا بدانا جزء منا تعالى على جزء منا، بدأنا نتعالى على بعض المسؤولين عندنا. ما انتش داري مثلا يعني قريت وانا هناك واحد سألني وكلمني ايه التباطؤ ده واللعيب الهاندبول بتاع النادي الشمس. لا مفيش تباطؤ ولا حاجه، وعندي المستند ان احنا خلصنا فعلا مع نادي الشمس اهو. الجواب الجواب موجود، يعني اذا كان موجود حطوا لنا على الشاشه اهو الجواب الوارد من نادي الشمس للنادي الاهلي بانه خلاص اهو في تاريخ 16 8 8 ما كانتش البطوله خلصت لسه. ايوه ودي طبعا دي نتيجه شغل قبليها شهر او شهر ونص قبل السفر كمان. ايوه يعني هو احنا مش اكتشفناه في كاس العالم. لكن لوائح الاتحاد زي الفيتو بتاع كاس بتاع الامم المتحده، اما تيجي تشرح قضيتك بمنتهى الموضوعيه وبالادله وتاخد قرار ضد الجريمه التي ارتكبت في حقك، وبعدين يجي لك دوله من عندها حق الفيتو تاخد فيتو تعترض، هتلوم صاحب الحق انه ما قدرش ياخده ابدا. هذه نصوص.
اتحاد كرة اليد حط لنفسه وحصن وانتزع حق ان هو الوحيد اللي يقدر ينقل اللعيبه ويقول اللعيب ده يروح فين واللعيب ده يروح فين. بس بالصدفه بيروحوا كلهم نادي الزمالك، لكن هو بيستند الى حق يمارسه. ولما طلع الاستاذ اسامه ابو زيد قال هذا الكلام رئيس نادي الشمس، اه قال لك احنا اتفقنا مع الاهلي والاتحاد كره اليد كره اليد له راي اخر. وفعلا بعد البطوله استطاعوا ان هم الجهاز الفني قاعد مع اللاعب ومصلحتك تروح الزمالك وخلاص. مفيش هنا لا ضعف من النادي الاهلي ولا في هنا بطء من النادي الاهلي ولا في حاجه. في امر اذا كان يطبق بعداله كان هيبقى في صالح اللعبه مؤكد. لكن حتى في هذا المثال انت خدت لعيب حطيته في نادي عنده اثنين دوليين منهم ابن رئيس الاتحاد. طب هنقعد بقى نعمل يعني نتكلم في ايه ونقول ايه؟ خلاص المساله واضحه. لخصها رئيس نادي الشمس. انا بقول ليه كده؟ عشان الناس بتستخدم احيانا مصطلحات بتاذي بيها ناديها اللي بتحبه. يا جماعه كفايه على الاهلي الهجوم الخارجي. كفايه على الاهلي محاوله الانقضاض على تاريخه. كفايه على الاهلي محاوله شده الى الخلف من عوامل خارجه. خلينا كلنا نصطف مش من باب الشياكه ان احنا نقول لا احنا من حقنا نقض. طبعا من حقك تنقض، تعال انقضني في بيتي، تعال روح قابل المسؤولين قول لهم رايك زي ما انت عايز، لكن خلينا لان ده بيستخدم ضدك، ده بيجرع على الناس اللي بتتجاوز في حقك، يقول لك ده جمهوره مش واقف معاه، ده حتى جمهوره بيعمل كذا، ده حتى جمهوره بيقول كذا. لا، فبياخدوا من كلامنا. هو ده اللي بقول لك كيف نحب الأهل. احنا لما جينا استاذ ابراهيم معلش اديني دقيقتين كمان في الموضوع ده، نعمل قناه الاهلي في التمهيد بتاع القناه حطينا اهدافها، حطينا اهداف نشر جماهيريه الاهلي، نشر ثقافه الفوز والهزيمه والروح الرياضيه والسلوك الرياضي، التعريف بتاريخ النادي الاهلي، الحفاظ والدفاع عن حقوق الاهلي بالحق وليس بالباطل وبالمستندات، الارتقاء بلغه الحوار. وعشان كده لما جينا حطينا كل كلمه قلناها كان ليها سبب. صحيح. معانا ما تخافش على الاهلي، خلافنا مع المكتوب وليس الكاتب، وبشكل احنا هنتحمل التجاوز في شخصنا ومش هنرد على هذا التجاوز، ولكن هنرد على ما يتعرض له النادي الاهلي. فالنهارده لما يجي وسائل اعلام مضاده بتفسح لنفسها المجال من خلال عدد معين من الساعات او حتى في قناه موازيه، مش عايزين نستدرج ان احنا نبقى رد فعل. ليه؟ لان هو منشغل بيك. طب هو منشغل بيك ليه؟ ما سالتش نفسك هو ليه ما بيتكلمش غير على الاهلي؟ كل يوم كل يوم بيتكلم عن النادي الاهلي. لان يا استاذ ابراهيم الفشل هو اللي بيعمل الغل، والغل بيعمل التجاوز، واحيانا الطغيان، واحيانا الافتراء، واحيانا هو انا لما اكسب بطوله واشتم في رئيس النادي الاهلي هو ليها سبب ولا منطق؟ هو رئيس النادي الاهلي لما يكرم من هيئات بعضها عالمي وبعضها محلي هو دي حاجه تخليني اطلع اشتمه؟ ما فيش. ما افخر بناديك زي ما انت عايز، لكن طب جرد البرنامج ده من الهجوم على النادي الاهلي. جرده. يعني انا عايز اديلهم نصيحه، انشغلوا نفسكم لمده شهر وتعالوا نتقابل. ما تجيبوش سيره الاهلي ولا رموزه، ها؟ ولو جبنا سيرتكم في حاجه ردوا علينا. جرب ونشوف، كل واحد يشوف يقيس بقى نجاحاته. نجاحاتك تصرفاتك. الاحترام بتكسبه تصرفاتك استاذ ابراهيم. تصرفاتك هي يعني ما تقولش كرامتي، كرامتك تصرفاتك. لما واحد يشتمني هو ما اهنيش، لو شتمته انا اهنت نفسي. ده كلام وعناوين ممكن نرجع لها بعدين في تفاصيل، بس عشان ما اضيعش الحلقه. هنرجع لها لكن السماء تنتصر للمبادئ. مثلا ادي احنا ماشيين اهو في نفس السياق. من كام يوم الناس كلها تابعت قرار شديد من النادي الاهلي
بعثة الأهلي لتنس الطاولة بتلعب بطولة عربية في المغرب. الكابتن أشرف عبد الفتاح المدير الفني لجهاز تنس الطاولة بيتصل بالكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، عندي مشكلة. إيه؟ اتنين لعيبة خالد عصر وعمر بدير، اتنين لعيبة في النادي الأهلي من أعمدة الفريق، في مشادة كلامية شديدة بينهم في الفندق. فالكابتن رؤوف اندهش، ازاي ده يحصل؟ كلم الكابتن محمود الخطيب. كابتن الخطيب كان قراره الفوري يرجعوا فورا، قرار يخض اي بعثة. اتنين لعيبة اساسيين في لعبة فردية، في لعبة فردية في بطولة عربية معتمد عليهم الجهاز الفني، لكن اساءوا تمثيل الاهلي بره، ظهروا بشكل لا يليق ببعثة النادي الاهلي وبعثة مصرية في محفل عربي، فالقرار يرجعوا فورا ايا كانت النتائج، ايا كانت النتائج. الناس ساعتها اللي استقبلت القرار هو ده النادي الاهلي، بس ناس كمان، طب ما الفرقه هتخسر البطوله، وخساره يخسر الاهلي لقب في البطوله العربيه. فالنهارده يكون انتصار السماء للمبادئ ان الاهلي يفوز بالبطوله العربيه بدون الاثنين اللعيبه الكبار، يحقق النادي الاهلي هذا اللقب لفريق رجال الاهلي لتنس الطاوله بعد ما فاز في البطوله مساء اليوم. اشاد رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، هنأ البعثه، هنأ اللعيبه، شكر هؤلاء اللاعبين، واشاد بالمجهود الكبير اللي بذلوه علشان يتغلبوا على كل المصاعب. الاول ناخد المكالمه، اتفضل، لان في مكالمه معانا من المغرب. سيد لاشين، كابتن سيد لاشين من المغرب، كابتن المنتخب واللاعب العريق العظيم. يا كابتن سيد. كابتن عبدي، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن سيد، انت جيت لي في ملعبي، ما انا بتاع تنس طاوله. ها انا عارف حبيبي، انا عارف يا ابو كباتن. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الحقيقه احنا بنتابعكم بسعاده. الو، اتقطع الخط ولا ايه؟ لازم تحاول معايا. كانت الـ 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 الانتصار الحقيقي انه ربنا يساند الاهلي في قراره التربوي، وربنا ياكد على بحاجة ده؟ قيمه المعنى والمبدا. ما يفكركش بحاجه؟ بقرار 85 بتاع لعيبه الكوره في كل 17 ب 17 لعيب يتوقفوا. اذا هي اهو شوارب جاهز بيفكرك ب 85. الاهلي يوقف فرقه بالكامل ويكسب الزمالك، ويكسب الزمالك ويكسب الترسانة ويكسب المحله في الفاينل ويكسب البطوله، ولا العكس؟ انا الترتيب مش الزمالك في دور الثمانيه. فكانت هي دي في كل مره. بصوا المواقف الكتيره جدا من اول ما الاهلي اوقف حسين حجازي عشان ما طلعش مع اللعيبه يستلم الميداليه، فيكسب الزمالك ويكسب نجم جديد يكسر الدنيا بعد كده ويكون ايقونه المبادئ للنادي الاهلي مختار التتش. كان بدايته نتيجه موقف تربوي ينتصر فيه الاهلي لمبادئه. الناس اللي بتتكلم يعني ايه مبادئ؟ في كل موقف وفي كل مناسبه ينحاز الاهلي لمبادئه ولتقاليده ولنظامه، تنحاز له السماء وتنصره. هو ده النادي الاهلي يا جماعه، اللي الناس اتخضت واتضايقت ازاي الاهلي يرجع اتنين لعيبه. طب ما هو كان ممكن يطبطب عليهم ويبوسوا راس بعض وحصل خير، لكن الاهلي ما بيتصرفش كده. الاهلي ما بيتصرفش كده. في خطأ لا يمكن السكوت عليه، في لاعب ما يقومش بالتزاماته يتعلم استاذ ابراهيم وغيره يتعلم. بص، المواقف دي بتخلق ابطال، بتخلق لك جيل جديد، بس بتخلقه على اسس سليمه. لانه بيكسب. الموقف ده النقيض حصل مع منتخب مصر في بطوله افريقيا. ان الناس اشتغلت تدافع عن الخطا، فكانت النتيجه خرجنا من دور 16. المكالمه جت تاني؟ المكالمه جت تاني؟ لا لسه، لسه ما جاش. فانا بقول لك انك انت لما بص الموقفين، مؤكد اذا مسكت في المبدا حتى لو خسرت النتيجه انت كسبان اجيال، وكسبان طبعا، وكسبان رساله بتروح للعالم. هو ده دورنا هنا بقى، ان احنا ننتصر لهذه الاهداف، دورنا كاعلام. عشان كده الكابتن الخطيب وجه الشكر
لنجوم الاهلي سيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان وشادي مجدي اللي مثلوا الاهلي في البطوله وكملوها برغم هذا النقص عشان يكسبوا البطوله العربيه ويكون الاهلي عنده هذا اللقب العشرين في تنس الطاوله العربيه. بص يا استاذ ابراهيم، لما تنتصر للمبادئ تنتصر للقيم، ها، ويبقى ده دور اعلام سليم، مش دوره قصف الجبهات. أيوة. وارضاء مشاعر الجماهير. احيانا تقول حاجه كده يعني رد على اساءات كتير بشكل مهذب برضه تقولها عشان يعني تفهم الناس برضه انك ممكن تخربش يعني، بس خربوش كده ايه صغير الانذار يعني. انما برضه مش في لا في ولا في خروج عن النص ولا في خروج استدراج. الانتصار للمبدا رساله تسبق النتيجه بكثير، ودائما ما يكافئ الاهلي على هذا النهج. فاحنا مش منزعجين هنا ان احنا بنؤدي هذا الدور والقناه دي رسالتها وكل وسائل الاعلام الاهلي دي رسالتها. ها النهارده لما تقرا، طب انت الاستاذ علي بركه الذي يكن له يعني راجل مخضرم في الصحافه، يعني يجي يقول لك خدنا بطاركو وغسلنا عركو، انت كسبان افرح بنفسك. طب مين يغسل عرك انت ومين ياخد بطارك انت مني بقى؟ ما هو اذا كان الرد بالرد يعني. ايوه، لكن ما هياش كده الحكايه، مش كده. افرح بفرقتك، ده فرصه ذهبيه تحتفل بفريقك. عموما اذا كان جازت اللوم والعتاب لاعلامنا الرياضي، انتوا فين من موقف زي الاهلي في البطوله العربيه لتنس الطاوله؟ احنا كل ما فرقه من الالعاب الاخرى تحقق بطوله نبدا نتكلم ان دي الالعاب الشهيده ودي الناس المظلومه ودول الابطال بجد ودول اللي بيحققوا الميداليات ودول اللي بيكسبوا ودول اللي بيشرفونا. لكن لما يحصل موقف زي كده تربوي ما حدش يتكلم. لا، هو الاهلي بيتصرف وفقا لمنظومته القيميه، بيتصرف وفقا للاطار اللي بيحكمه تاريخيا. مسؤوليه كل قياده في الاهلي جيل بعد جيل ومجلس بعد مجلس انها تحافظ على تقاليد النادي وتتصرف وفقا لمبادئ النادي وتنتصر دايما وابدا للمبادئ الثابته اللي متعارف عليها في تاريخ النادي الاهلي اللي تقريبا بتمثل الدستور الحاكم بتاعه. لكن الناس كلها لازما تاخد بالها من التصرفات اللي بتحصل، لان كل ده يحصل والاهلي يتوج ببطوله عربيه برغم هذا القرار او نتيجه لهذا القرار بمعنى اصح، ولا حد واخد باله ولا حد مهتم، وانا انشغل بكلام كتير جدا في السوشيال ميديا. هو عايز اسالك سؤال، علشان كده كان قرار. اتفضل. عايز اسالك سؤال، هو تنس الطاوله دي العاب صالات ولا العاب ايه؟ صالات طبعا. والكاراتيه العاب صالات ولا العاب ايه؟ طبعا. والجمباز العاب صالات ولا طبعًا. العاب ايه؟ طب ما ابطال النادي الاهلي عمالين يحققوا بطولات افريقيه وعربيه لكنهم حطوا الصالات في الكوره بس، سله وطايره ويد. وحتى في دي في الطايره ملوك الصالات معروفين. صالات. السوشيال ميديا الازمه والمعنى، كلام كتير ومهم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. هنينا ابطال تنس الطاوله على هذا الفوز المستحق والكبير بالبطوله العربيه اللي زادت قيمته لما كسبوا في المباراه النهائيه الفريق القطري 3-2، والفريق القطري مدعم بلاعيبه مجنسين من الصين. عشان كده حتى البحرين عندها محترفين. انا بقول لك يعني انا شويه متابع تنس الطاوله. وفي البطوله كل الالعاب الافريقيه، ما هو بطلاتنا وابطالنا كسبوا ابطال نيجيريا. نيجيريا دي بالنسبه لها تنس الطاوله دي لعبه شعبيه كبيره. طيب، السوشيال ميديا الازمه والمعنى. مجلس اداره النادي الاهلي اتخذ هذا الاسبوع قرارا مهما، يمكن مازال فيه جدل كبير مثار حول هذا القرار، اسبابه ايه، معناه ايه، تداعياته ايه، مفهومه ايه. كان مهم جدا ان احنا نقف عنده بشيء من التفسير.
مجلس الإدارة يضع الضوابط حاسمة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. دي نقطة برضو مهمة المهندس عدلي كان أشار إليها في البداية، لكن هقول لكم إيه القرار اللي صدر ونشوف مع بعض ده صدر ليه وإيه معناه. استمع مجلس إدارة النادي لرؤية الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بشأن تناول السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لأخبار النادي الأهلي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية والصحف والمجلات، والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على آراء الجماهير ونشر أخبار وآراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شؤونه وهو ما يسمح للغير بالتعرض للنادي أو مجلس إدارته أو أعضائه بالإساءة. وعرض الكابتن الخطيب وجهة نظره في هذا الشأن من حيث منع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي من تناول أخبار النادي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية والصحف والمجلات، والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على آراء الجماهير ونشر أخبار وآراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شؤونه. وعليه وبعد المناقشة اتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي بتناول أخبار النادي الأهلي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صور أو بأية صورة من الصور، وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو أي شأن من شؤونه، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف، على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها، وذلك عملا بالمادة 9 من اللائحة. يعني إدراكه بخطورة أن تستدرج في هذا الشأن، أصلك لازم تفرق بين أنك أنت مسؤول ها وأنك أنت جمهور. المسؤولية ليها ثمن يا جماعة، المسؤولية مين قال أنك حر وأنت مسؤول؟ أنت لا تمثل، أنت في القعدة دي أنت لا تمثل إبراهيم المنيسي وأنا لا أمثل عبد القيعي. أنا أمثل كيان لازم كل كلمة أقولها ما يجيبلوش مشاكل، وإذا حصل يبقى يعني ممكن أتحمل نتيجته. كويس؟ ليه؟ لأن إذا الدنيا ما تحطت لهاش ضوابط ممكن تاخدنا في سكك ما احناش عايزينها بحسن نية. لا خلاف على حسن نية الناس اللي بتكتب في السوشيال ميديا، أنا بتكلم على المسؤولين بقى مش الجماهير. الجماهير لها مطلق الحرية، على الأقل ده حقها تعبر بقى عن رأيها ومن واقع مش ملمة بالكواليس فتقول، لكن أنا كمسؤول لا تستدرجني السوشيال ميديا ولا أتعامل معاه ولا أخش في جدل معاه ولا أتواتر معاه. لكن لو في شأن من شؤون النادي الأهلي عايز رد، نرد بالمعايير اللي احنا متفقين عليها. حسنا فعل مجلس الإدارة أن اتخذ هذا القرار، لأن كثير من الأمور كان ممكن تتغير لو القرار ده كان بدري شوية. طيب المعنى الأزمة والسبب أهو، المعنى إيه؟ التواصل الاجتماعي من خلال الوسائط بتاعته المختلفة كل المواقع نمط إعلامي جديد الثابت دايما وأبدا، إنه مجلس إدارة النادي، السادة الأعضاء، السيد الرئيس، السادة العاملين في الإدارات التنفيذية كلهم وكلهم ليهم كل الاحترام. التعامل الإعلامي بشكل مفتوح في شأن معروض على مجلس الإدارة كان دايما وأبدا شيء غير مستحب في النادي الأهلي، بل ربما ما كانش بيبقى موجود، خاصة أنك عامل متحدث رسمي، عندك متحدث رسمي وعندك شيء من الانضباط. وقلنا لكم قبل كده، انا مره كنت بتناقش مع المهندس عدلي وقلت لك الكابتن صالح مره بساله رايه قبل ما يجدد في لراينر هولمان المدرب الالماني، بقول له طب رايك فيه ايه يا كابتن؟ قال لي ماليش راي. فهو حس ان انا استغربت، قال لي هو انا لما اقول لك رايي معناها ان انا قلت قرار، انا المفروض ما دام صاحب قرار
ما ينفعش اعلن رايي، اخد قراري، الراي هيتحول لقرار. لان انا على ترابيزه هقول القرار. يا اخي ادراك عميق طبعاً جدا للمسؤوليه والله. يا اما تكون صاحب قرار يا اما تكون صاحب راي، انما هتجمع بين الاثنين. يعني قبل ما تدخل الاجتماع هتعلن ارائك، طب ما انت كده صدرت على المجلس، صدرت على المجلس رقم 2 او على زمايلك، المجلس اخذ قرار ضد رايك، فهيبان عند الناس ان انت ضد الكلام ده، في خلاف او ان المدرب ده انا مش مسؤول عنه، يبقى هزيت برضو الثقه فيه. في كل الاحوال ده امر اداري غير منضبط. عشان كده لانه الوسائط الاعلاميه الجديده، التواصل الاجتماعي وغيره، من الوسائط الاعلاميه الحديثه مش متعارف عليها ومش موجوده، لكنه ينطبق عليها ما كان ينطبق على الصحف والبرامج التلفزيونيه. ما كنتوش بتشوفه قبل كده يطلع عضو مجلس اداره في النادي او رئيس النادي قبل اجتماع مهم ويعلن اراءه تجاه امور ممكن تتعرض على مجلس الاداره، ده ما كانش بيبقى موجود. فما بالك بوسائط التواصل الاجتماعي اللي هي لحظيه، يعني اقدر كل لحظه اقول راي كده. ما بقاش دولاب العمل الاداري في درجة الانضباط اللي ممكن تحافظ على رصانة الأداء. بالإضافة ده ينطبق بقى على الإدارات التنفيذية، لما مدير النادي يطلع يقول رأي وياخد ويدي مع الناس في أمر قد يخالف قرار لمجلس الإدارة أو مدير الكورة أو مدرب أو كل العاملين، حتى العاملين في قناة النادي والمجلة وكل الإدارات المعنية في النادي، طب هتعلن رأيك ضد مجلس الإدارة؟ طب إذا كان مجلس الإدارة واخد قرار وهو من باب أولى عليه إن هو يجيش كل طاقاته وكل أفراده خلف قرار المجلس، وما بيبقاش معروف مين صوت ضده ولا معه، فما بالك بالإدارات التنفيذية الإعلامية والإدارية وغيرها والفنية المنوط بها تنفيذ قرار المجلس. لما تتبنى آراء ضد قرار المجلس ده اسمه إيه؟ عشان كده ده المعنى في القرار. على فكرة ده مش معناه، عشان الناس هتيجي تقول لك التطبيري، الكلمه دي بقى سيئه السمعه. يعني انك انت لما تيجي تدعم موقف حتى في السياسه مع بلدك ولا في السياسه يقول لك التطبيل، تيجي التطبيل ده مش تطبيل، ده مسؤوليه. بالظبط، انت بتوضح. اصل هو ليه مجلس الاداره اما بياخد قرار بالاغلبيه ما بيقولش مين قال لا ومين قال لا؟ لان اللي قال لا مسؤولا يدافع عن القرار طالما تم اتخاذه بعد دراسه. بالظبط بالظبط، بعد دراسه. بالظبط. طيب مين اللي يقدر يراجع على هذا القرار؟ الجمعيه العموميه. ايوه، هي اللي تقول صح ولا غلط. ايوه، ولذلك الدنيا منضبطه. وده حصل لما اتخذ قرار في يوم ما في حمام السباحه بتاع مدينه نصر برقم استخدام عالي جدا، عشان جت الجمعيه لغته، جت الجمعيه قالت ده مبالغ. لا، هو لغت حاجه مهمه جدا. هو كان القرار ان مدينه نصر بس هي اللي تستخدمه، فهي اللي تدفع، فهي اللي هتدفع. فالمبلغ بدل ما يبقى بسيط لما تقسمه على عدد اعضاء مدينه نصر عالي قوي. بالظبط، 365 بالظبط جنيه في السنه عشان اعمال الصيانه على كل عضو. صحيح، انا كنت مدير النادي وقتها وكان ليا راي، وانتوا في المجلس قلت لهم ده مش منطقي، لان هم فضلوا يدفعوا 10 جنيه برضه. ما كان بتاعت المرسى، وقال لك انا بشترك في اشتراك المرسى. لما وصلت لايه؟ 30 جنيه بس على كل الناس. عايز تروح روح، لان انت عايز تروح روح. وانا عايز اجي لك في الجزيره انا بدفع نفس. بالظبط، يبقى اذا استخدام حمامات السباحه 30 جنيه. والجمعيه كان قرارها انه ده اوقع، لانه بتوحد وامتثل مجلس الاداره بما فيهم الكابتن صالح سليم. صحيح، اللي كان متضايق ان هو ان الجمعيه العموميه، انا بقول له كويس والجمعيه العموميه، قال لي لا مش كويس، احنا كده اسالنا التقدير. ايوه، كان زعلان يوميا. طبعا، والكابتن حسن اللي ادار النقاش وقتها على النص. يعني هو كان زعلان ان هو اضطر ان الجمعيه العموميه تراجعه في قرار، كان من باب اولى ان المجلس ساعتها يناقش قرار بال. فانا عايز اقول لك هو ده اللي بيعمل الاداره السليمه، وما يعملش ديكتاتوريه القرار، وما يعملش الخلافات، وما نقعدش نترشخ مع بعضينا. ده قرار حكيم جدا. نتمنى ان شاء الله ان القرار ينفذ بالشكل اللي حقق الانضباط الكافي، لانه الاهلي طول عمره قوته في انضباطه الاداري. اي قرار بيتاخد لو اتاخد وعليه قدر كبير من المسانده والدعم
بينجح وبيأتي ثماره، غير كده ما يبقاش الأمر صح. في هذا الاجتماع المهم أيضا مجلس الإدارة قرر تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وبتضم الدكتور محمود بجنيد أمينا عاما وعضوية كل من محمد الجرحي وعبد الوهاب محمد توفيق وعبد الهادي القصبي وأنيسة حسونة وخالد مديان وهشام جمال. ده مجلس أمناء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية على الدور المجتمعي للنادي الأهلي يا باشمهندس. مهم جدا وبيوضح حرص النادي الأهلي على القيام بدور مجتمعي. أيوة. وده بيذكرني لأن أنا محمل بأمانة. أيوة. من شاعرنا الكبير عضو النادي الأهلي جمال بخيت. أها. وبعتذر له على تأخري في التنويه على هي مشكلة تبدو الناس كتيرة إيه ده؟ إيه اللي بتتكلموا فيه ده؟ كان مجلس الإدارة السابق اتخذ قرارا بفرض 10 جنيه لأحد المؤسسات اللي هي 53 إن هو 10 جنيه على كل عضو مع الاشتراك. وأصبح قرار نافذ لأن هو اتحط في جدول الأعمال الجمعية العمومية ده أنا عرفتها منك أنت دي يعني لأنه هو كان زعلان بيقول يعني أنت ليه بتفرض عليا أن أتبرع بقيمة معينة مرغم أنت حتى خدت الحسنة مني يعني أنا مش يعني أنا بتبرع عشان أقوم بدور مقتنع بيه وممكن يروح في حتة تانية وممكن يكون مبلغ أكبر أو مبلغ أصغر لكن أن يفرض عليا بقرار كان الراجل مستاء. فحضرتك جاوبت على إجابة يعني أحب إن هو إنه لما الأمور بتعرض على الجمعية العمومية أي بنود أعمال لجدول الجمعية العمومية في حال عدم اكتمالها بتوكل اللائحة مجلس الإدارة في اتخاذ أو اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية، بينوب مجلس الإدارة عن الجمعية العمومية في مناقشة واعتماد البنود بنود جدول الأعمال للجمعية التي لم تكتمل. فبالتالي لما يكون معروض مقترح من أحد الأعضاء على تبرع كل عضو بمبلغ لصالح مستشفى 57 أو لأي هدف خيري لا يكتمل مجلس الجمعية العمومية ما اكتملش نصابها القانوني ففوضت مجلس الإدارة. فبالتالي هو قرار زي ما أنا قلت لك هو قرار يعتبر قرار جمعية عمومية. هو برضو عشان السادة المشاهدين يعني إذا لم تكتمل الجمعية العمومية مش بيفوض يمتلك تنتقل صلاحيات الجمعيه العموميه الى مجلس الاداره في اصدار القرارات في هذا الجدول. يعني عايزه ترفض قرار يبقى كانه قرار جمعيه عموميه بالرفض. أيوة. او قبوله يبقى قرار جمعيه عموميه بالقبول. هي تنوب عن الجمعيه. ويبدو ان هذا ما حدث في هذا الامر لعلنا نكون قد اوضحنا. انما شيء كويس تفعيل لهذا الدور انه النادي بيشكل مجلس امناء مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه وده الحقيقه شيء رائع جدا. وكتير لما كنا بنقول انه انديتنا عليها دور مجتمعي كبير وحسنا فعل مجلس اداره النادي الاهلي في مزيد من الخدمه المجتمعيه وفي مزيد من تدعيم الدور اللي النادي الاهلي بيلعبه لخدمه الوطن انه يشكل مجلس امناء بشخصيات ذات قيمه كبيره في خدمه المجتمع علشان تفعل هذا الدور المجتمعي المهم اللي النادي الاهلي حريص على الاطلاع بيه. كما قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الخطوات الفعلية بخصوص تشييد استاد النادي الأهلي. لجنة الحلم الكبير. استاد النادي الأهلي حلم كل الأهلوية. فالمجلس بيشكل لجنة لاتخاذ الخطوات الفعلية في هذا الاتجاه برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وعضوية كل من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي والدكتور سعد شلبي مستشار المجلس للتسويق والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للمجلس. قرر المجلس أيضا إعادة فتح باب الاشتراكات الجديدة في فرع النادي بالشيخ زايد بعد عرض المستشار الهندسي لمجلس الإدارة لحجم الإنشاءات التي بدأ تنفيذها في الفرع بالفعل وفي مقدمتها إنشاء مجمع الإسكواش اللي بيضم 8 ملاعب بالإضافة لصالة جمباز مجهزة على أعلى مستوى وصالة كاراتيه ومبنى اجتماعي جديد ومسجد يتسع ل 1300 فرد بهدف استيعاب الزيادة الكبيرة في أعضاء النادي بالفرع بما يليق بعضو النادي الأهلي على أن تبلغ قيمة الاشتراك الفرد في الفرع 175 ألف جنيه وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة لإقرار نسبة الزيادة في قيمة الاشتراك للعضوية العاملة للنادي.
يعني حاليا عضويه الاهلي في الشيخ زايد 175,000 جنيه. وافق المجلس على سفر عضوي مجلس الاداره. انا بس عايز اتوقف قدام القرار ده نشرحه بسرعه كده. كان مجلس الاداره قد قرر اتخذ قرارا بايقاف قبول عضويات في الشيخ زايد الفتره الماضيه. أيوه. مع بدايه السنه دي. وله حكمه في هذا ويتوضح حرصه على مصلحه الاعضاء. شعر ان الاقبال شديد على فرع الشيخ زايد ولقد لا تتحمل الخدمات المتاحه والمقدمه حاليا. فقرر ايقاف العضويه الحين استكمال بعض المرافق الجديده والمنشات الجديده التي يمكنها ان تقدم خدمات لمزيد من الاعضاء. لما ابتدى يشتغل في هذه فهذا التطوير والتوسع قرر قبول مجموعه اخرى من الاعضاء. القرار اللي جاي مش عارف مين اللي هيعترض عليه وهيقول طب اشمعنا؟ اشمعنا الاهلي يشارك عالميا في مؤتمر لصناعه كره القدم حول العالم؟ الخبر ده ممكن يضايق بعض الناس، لكنه مجلس الاداره وافق على سفر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره والمهندس محمد سراج الدين عضو المجلس ايضا الى مدريد خلال الفتره من 23 ل 27 سبتمبر لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلي صفوة الأندية العالمية في المجالات الإدارية المختلفة، وذلك تلبية لدعوة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في أسبانيا لا ليغا، وحرصا من المجلس على مشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية الكبيرة للإطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم. رابطة الأندية هو بإذن الله يعني ربنا هيمن علينا كده في مصر ونشوف الرابطه دي امتى. الحقيقه يعني انا مستغرب لان احنا اقدم اتحاد افريقي، احنا اللي اسسنا الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي احنا اللي يعني لما جت الاتحادات العربيه تباعا تتكون كانت بتلجأ للخبرات المصريه. كل معظم البلاد عندها الـ هذه اللجنه اللي هي من ضمن مش توصيات تعليمات الفيفا. ايوه يعني فوصل بينا الحال ان الفيفا بيشكل لنا لجنه لاداره كره القدم، مش حتى ما عندناش. انت لو عندك اتحاد يدير المسابقات كل يعني درجه من الدرجات كانت الدنيا ممكن تمشي بلجنه منهم. لكن معنى انك انت الفيفا، انت عارف ان اللجنه دي بتتبع الفيفا على فكره، مش بتتبع مصر. يعني اللجنه بتاعت الاستاذ عمرو الجنايني هي لجنه من لجان الفيفا لاداره الكره المصريه، مكلفه من الفيفا. مكلفه، وده معنى ما حدش راضي يبص عليه. يعني ماشي، انما فليكن هي مرحلة، إذا كانت صح بقى ولا غلط ده موضوع تاني. عايزين اللجنة دي تتفعل يا جماعة. اللجنة دي في الرابطة، لجنة أو رابطة الأندية المحترفة. الأندية المحترفة اللي هي كانوا بيستعيدوا عنها باسم اللجنة. ولذلك كانت اللجنة ما يصدر عنها توصيات مش قرارات، الرابطة بيصدر عنها قرارات. صحيح. اعتمد المجلس بقى لمزيد من الانضباط والحفاظ على راحة الأعضاء، اعتمد المجلس بعض توصيات إدارة الشؤون القانونية فيما يتعلق بالأحداث التي شهدها مؤخرا فرع النادي بمدينة نصر، حيث تقرر إيقاف عدد من الأعضاء وحرمانهم من دخول النادي لحين عرض أمرهم على أقرب جمعية عمومية للنظر في إسقاط عضويتها. ودي مواجهة أي خلل وأي خروج على النظام وعلى لوائح النادي بصرامة شديدة جدا، حفاظا على راحة الأعضاء وصورة وقيمة النادي الأهلي، نظرا لما بدر منهم مع إيقاف آخرين لمدة 6 أشهر. وافق المجلس على سفر الأستاذ طارق أنديل عضو المجلس لرئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى غينيا الاستوائية من 10 إلى 16 سبتمبر للقاء كانو سبورت في ذهاب دور الـ 32. الجمعيات العمومية الخاصة بالاتحادات الرياضية ودور الأهلي فيها، وافق مجلس الإدارة على تكليف السادة الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو المجلس لحضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة، والأستاذ طارق أنديل لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الإسكواش، والكابتن جوهر نبيل لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاتحاد كرة اليد، والدكتور مهند مجدي
لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجمباز، ووجه المجلس بالإجماع الشكر للكابتن محمد يوسف على ما قدمه من جهود غير عادية خلال توليه منصب المدير الفني للفريق قبل التعاقد مع المدرب السويسري. طبعا اعتماد قرارات مجلس الإدارة بالتمرير فيما يتعلق بملف كرة القدم، سواء فيما يتعلق بتوجيه الشكر للجهاز الفني السابق أو التعاقد مع السويسري ريني فايلر المدير الفني، وناقش المجلس ملف النشاط الرياضي مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط اللي عرض العديد من الموضوعات المتعلقة باعتماد عقود لاعبين وأجهزة فنية وتوفير مستلزمات الألعاب الجماعية ووافق عليها. كما قرر المجلس تنظيم احتفالية كبرى لتكريم أبناء النادي في جميع الألعاب الجماعية والفردية الذين حققوا إنجازات قارية أو دولية خلال الموسم المنقضي. يا ترى بمناسبة الأهلي هيعمل احتفالية بأبطالنا، يا ترى اتحاد الكورة كده بإذن الله ناوي يسلمنا الدرع بتاع الدوري ولا لأ؟ وهتتعمل احتفالية ولا لأ؟ هل ده معقول؟ كل سنة نكسب الدوري يبقى الاحتفال بالكأس، هل هذا عدل؟ هل هذا منطق؟ يعني ايه الشغل الغريب ده والمريب ده ان كل سنة يحصل ان الدوري ده، وكان هو صحيح بالنسبة لنا حدث عادي، هم بيعتبروا ان ده حدث عادي، خبر عادي يعني، ما ليس الخبر ان يفوز الاهلي بالدوري لكن الخبر ان يفقد الاهلي الدوري من 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 كثرة تحقيق. وهنيجي نعلق برضه في الفقرة الخاصة بي، أنا بعتبرها واحدة من أهم جلسات مجلس الإدارة. صحيح. في ثلاث أربع فقرات مهمين جدا. صحيح. في كلام عن استاد. في قرار يخص تعامل مجلس الإدارة والعاملين بالنادي تحديدا والمنتمين إليه في دولاب العمل الرسمي مع وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم هذا الأمر. في إحالة بعض المارقين والخارجين عن تقاليد النادي الأهلي واللي بيسيئوا للنادي الأهلي إلى الجمعية العمومية للنظر في أمرهم. في كمان سفر أكثر من موفد لمهام مهمة، كلام عن الاستاد، كلام عن مؤتمر صناعة كرة القدم. هذا كلام مهم جدا بإذن الله، لما ترجع كل بعثة من هذه البعثات عايزين نناقشها وصلت ليه. قلنا لكم حاولنا الاتصال بالكابتن سيد لاشين نجم وبطل النادي الاهلي ومصر في تنس الطاوله، لكن للاسف تعذر الاتصال. لكن هنقول لكم ان الفوز الكبير المستحق للاهلي بالبطوله العربيه كان على حساب قطر القطري. سيد لاشين بطل النادي الاهلي تقدم في الجوله الاولى، ثم تعادل مع المحترف القطري في الجوله الثانيه، بعدها خسر لاعب الاهلي محمد دلبيه للجوله الثالثه عشان يتقدم قطر القطري 2-1. رجع سيد لاشين تاني وحقق الفوز في الجولة الرابعة، يتعادل الفريقان مرة أخرى 2-2. في الجولة الأخيرة الفاصلة والحاسمة فاز بطل النادي الأهلي محمد شومان على لاعب الفريق القطري ليتوج الأهلي باللقب. الجهاز الفني بيقوده كابتن أشرف عبد الفتاح ومعاه عمرو رضا المدرب العام والخبير الصيني مستر زينج، والأربع لعيبة اللي مثلوا الأهلي بعد قرار الكابتن محمود الخطيب التربوي بإعادة اللاعبين الاثنين اللي كان حصل منهم خروج عن النص. الاربع لعيبه دول سيد لاشين ومحمد البيالي ومحمد شومان وشادي مجدي اللي استحقوا كل التهنئه والاشاده. شالوا الليله يعني. طبعا. يعني انت فريق تنس طاوله لما يبقى ست لعيبه فتلتوا. آه. يعني ينقص تلتوا، واثنين تلت مهم جدا. صحيح. بص سيد لاشين ده يعني مش عارف اقول لك ايه. اها. يعني انا هم بطلين كانوا مخضرمين جدا، فوزي الابراشي وبعدين جلال عز، قعدوا مده طويله جدا ابطال. سيد لاشين اعتقد ان هو عدد سنوات لعبه تجاوزتهم، اكبر اللاعبين سنا وما زال يفوز ويحقق البطولات، يستحق التحيه بالتاكيد. كل التحيه لابطال الاهلي في تنس الطاوله، وكل التحيه ل جيانا فاروق بطلة مصر والنادي الأهلي فوزها بالميدالية الذهبية في دوري الدوري العالمي للكاراتيه في اليابان، علشان يواصل أبطال الأهلي وأبناء مصر بالخصوص خدماتهم وأدوارهم الوطنية الكبيرة. لكن تاني يخسر بس الأهلي ما يكسبش. فاكرين قبل كده ناقشنا فقرة بنفس المعنى، لكن للأسف
الامر بيتكرر تاني، في ناس عندها استعداد تخسر، لكن المهم ان الاهلي ما يكسبش. كانت اثيرت ايام عقود البث وحقوق الرعايه، انا مش عايز اخد كذا بس الاهلي ما ياخدش كذا. الامر انتقل الى زياره للاسكندريه الاسبوع الماضي، السيد محافظ الاسكندريه استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. كابتن محمود الخطيب بيعرض على السيد المحافظ تصورات النادي الاهلي في امكانيه في بعض افكار العمل المشترك كدور النادي الاهلي بيلعبه، كرساله مجتمعيه النادي الاهلي بيأديها، وما يريحش الاهلي ياخد ارض من اسكندريه لا هبه ولا منحه ولا هديه ولا اي حاجه من اللي اتقال. خرج علينا رئيس نادي الزمالك بغضبه شديده جدا، بتحريض شديد لانديه الاسكندريه، الحقوا المحافظ هيدي ارض للنادي الاهلي، واشمعنى الاهلي واشمعنى الخطيب وانا واخد ماجستير وانا واخد دكتوراه وانا اصغر وانا اكبر، وكلام كتير. من مصوغات انتم متابعينه، من مصوغات الحصول على الرد الدولي انك بتقدم مؤهلك الدراسي. فما بقيناش عارفين هو ايه المشكله. المشكله انه الاهلي يقوم بدوره في الاسكندريه او في اي محافظه، هي ملاحقة تحركات الأهلي ومجلس إدارته بهذا الشكل، وتحريض مسؤول الإسكندرية وأنديتها وجماهيرها ضد حاجة مش صحيحة. النادي الأهلي رايح ياخد أرض ببلاش، ولا محافظ الإسكندرية بيوزع أرض ببلاش. كانت النتيجة بعد هذه الحملة وهذه الغضبة غير المفهومة وغير المبررة، اللي أنا بقول لكم محدش يتكلم لما نادي وادي دجلة افتتح فرع له في اسكندرية. وادي دجلة نادي خاص، نادي بيستهدف الربح في أصله. أدي موقع أخبار اليوم، وادي دجلة يحتفل بافتتاح فرعه السادس في الاسكندرية. ليه ما حدش يتكلم؟ والصيد عنده فروع بره القاهرة سواء في بورسعيد أو في الاسكندرية. اشمعنى الأهلي؟ ليه أي تحرك للنادي الأهلي يواجه ويقابل بتحريض وباعتراضاته بإثارة مشاكل ووضع عراقيل، رغم أن الأهلي بيتوسع بدوره، بيخدم وطنه، بيقدم رسالته، بيمارس الاستثمار الرياضي زي ما القانون قال. وانتوا مش حطيتوا القانون 71 لسنة 2017 وقلتوا إطلاق أيدي الأندية والاتحادات الرياضية في أفاق الاستثمار الرياضي؟ الأهلي شايف أنه بيستثمر في دوره، في خبراته، في قدراته، في شعبيته، في رسالته المجتمعية لوطنه من خلال الجهات المسؤولة. على رأس هذه الجهات بالنسبة للإسكندرية السيد المحافظ، اللي انزعج واضح جدا من محاولة إثارة الرأي العام ضد زيارة الكابتن محمود الخطيب للإسكندرية، فأصدر محافظ الإسكندرية بيان. بس الأمر ده تكرر لما راح المنصورة برضه قابل رئيس جامعة المنصورة. لكن المنصورة يا كابتن الخطيب كان بيكرم. أيوة، ما هو لكنه في إسكندرية ما هو برضه يعني يكرم في غضبة، يروح يعمل حاجة خاصة بيه أو بالنادي الأهلي برضه في غضبة. هي المسألة مسألة تخص علاقة بقى تحولت إلى برضه. عايزين نسأل يعني أساتذة بجد، دي حاجة لما تنشغل بغيرك يا أستاذ إبراهيم باستمرار لازم ليها وصف، لازم ليها تحليل علمي. مشغول ليه قوي باللي بيعمله الخطيب؟ ما تسيبه الخطيب يعمل واعمل زيه، ما تعملش زي اعمل انت لوحدك. اعمل اكتر، اعمل على فكره تصرف بطريقتك، وانت بتتصرف بطريقتك في كل حاجه، ما حدش بيقول لك انت بتعمل ايه. اه دي ملهاش، انا مش شايف لها يعني معنى ابدا غير اهو ملقاش في الورد عيب. ملقاش في الورد عيب. اه طبعا. قال اسمه الخطيب. يعني واحد ايا كان السبب اللي هو رايح قابل المحافظ حاجه. طيب الإسكندرية يعني واضح إن هي الناس اندهشت من هذه الغضبة غير المفهومة وغير المبررة، فقالت في بيان: تم في محافظة الإسكندرية ما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات وأخبار عارية تماما من الصحة بشأن إهداء النادي الأهلي مساحة 50 فدانا لإقامة فرع للنادي بالإسكندرية. وتؤكد محافظة الإسكندرية على أن أراضي المحافظة ليست محلا للإهداء أو التخصيص بلا مقابل لأي جهة أو كيان لا يعد من الجهات ذات النفع العام على النحو الذي ينظمه الدستور والقانون. أكدت المحافظة أن أراضي المحافظة ما هياش لهدية ولا منحة ولا حد هياخد حاجة ببلاش. إزاي يعني؟ يعني هو النادي الأهلي
بلاش اسكندريه، هو النادي الاهلي اخذ ارض الشيخ زايد او ارض التجمع هديه ولا منحه ولا بيدفع فلوس؟ ارض بتخصص للنادي لاداء مهمته وبيسدد الفلوس المستحقه عليه، وبتكون النتيجه بينمي المجتمع اللي هو فيه، منتهى الفايده على المجتمع الجديد اللي بينشا فيه النادي الاهلي. شوفوا الاهلي عمل نقله قد ايه في مدينه نصر، شوفوا الاهلي عمل ايه في الشيخ زايد، شوفوا الاهلي هيضيف قد ايه للتجمع. هو ده النادي الاهلي، وهو ده الخير، وهو ده النماء. فشايف الاهلي انه عليه دور وعنده فرص وعنده رغبه وعنده قدره انه يتمدد برسالته في ربوع الوطن لدى جماهيره، لدى اعضائه، لدى محبيه. انا ماله ومال واحد يقول لك انا لو عملت فرع في اسكندريه مش هيجي لي الا 100 او 200، هروح لهم ليه؟ طب والنادي الاهلي ذنبه ايه؟ النادي الاهلي ماله يعني، انت هيجي لك كام وهو هيجي له كام؟ لا كل نادي عليه. طب هو ليه قايسها كده يعني؟ هو ليه قايسها؟ ليه قايسها ان هيجي لهم 200 ولا 300 واحد؟ يعني ليه قايسها كده؟ وبعدين دي مشكله مين؟ ايوه هي مشكله مين؟ مع خلينا يعني بجد نتكلم بشيء من الرشد شويه. كل نادي حر في انه يتصرف وفقا لقناعاته وافكاره بما يحقق مصالحه، شايف مصلحته كده ولا يسيء للاخرين. نادي وادي دجله راح افتتح الفرع السادس في له، انت عارف الزعله تكون ست فروع منهم الفرع الجديد في اسكندريه. الزعله تكون امتى؟ ان الاهلي يروح يطلب ارض بشروط المحافظه، بشروط المحافظه مش بشروطه، وياخدها ويروح اي نادي تاني يطلب بنفس الشروط ما ياخدهاش. هنا لا، يتقال اشمعنى؟ هنا في مجال للاحتجاج. ليه ما حدش اعترض ان وادي دجله ياخد فرع في اسكندريه؟ ليه ما حدش اعترض انه نادي الصيد يكون عنده فروع خارج القاهره؟ ليه؟ اشمعنى الاهلي يخسر بس احنا ما نكسبش على اساس انه خساره الاهلي مكسب ليهم؟ ده منطق معيق جدا، منطق مش هيساعد حد في الحركه، منطق هيقلب الجماهير ضد بعضيها. ما تخلينا نكون اكثر صراحه ووضوح، كل نادي من حقه يشتغل. احنا لازم نقل الكلام شويه، ما كل نادي يستثمر. بس يا استاذ ابراهيم، اصل الجماهير هنا وطموحاته مش هم المشكله. الطرح ده مش طرح جماهيري، ده طرح مجتمعي. يعني النادي الاهلي هيخشوا اعضاء، مش رايح يعمل فريق كوره ينزل بيه في الدوري يعني. اه طبعا، هو ده زي سموحه، زي سبورتنج، زي هيبقى نادي وهو ممكن زي فرع الشيخ زايد يعمل مقر رياضي صيفي بالنسبه ممكن له. ممكن اسالك سؤال؟ هو فرع الشيخ زايد ده بينافس حد يعني؟ لا، جزء من النادي الاهلي بس. ورئيس المسابقات كمان من بنها بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ورئيس المسابقات كمان من بنها. انا ما اعرفش بقى الثقافه الشعبيه عندنا ليه بتودي اي حد عايز يطنش او يكبر دماغه توديه بنها. بنها بقى مرادف لايه؟ الطناش، يعمل نفسه مش سامع، يبقى من بنها. ليه من بنها تحديدا؟ مساله محتاجه بحث اجتماعي شويه. لكن رئيس لجنه المسابقات الاستاذ حسام الزناتي، شاب 26 سنة، من الكوادر المأمول فيها خير، هو رئيس لجنة المسابقات أو مقرر لجنة المسابقات من قبل مجلس الإدارة الجديد أو المجلس أو المؤقت لإدارة اتحاد الكورة برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني. هو رئيس اللجنة. طب مين لجنة المسابقات؟ ما أعلنش عن تشكيل ليها لغاية دلوقتي. أصل هند هتعلن لما تجيب رئيس اللجنة عنده 26 سنة. ده حتى القانون بيجي يقول لك لا أقل سنه عن كذا ولا زيد عن كذا. فأي حاجة. أعضاء اللجنة بقى هيبقوا مين؟ مؤكد يبقوا أكبر من كده، بس مش ده الموضوع. ده الموضوع، ده هو ده لب الموضوع، لأنك أنت خبراتك قدام خبرات اللي قاعدين قدامك، ما أنت هتجيب ناس ما عندهاش خبرات ولا هتجيب ناس عندها خبرات؟ مفترض. أنا مش بعترض عليه، أنا ما أعرفش أداءه، ممكن يبقى ذهنه يعني في خبرات وفي نضج وذهنه. وكان مساعد الكابتن محمد فضل. مش عايزين نسبة الأحداث في تقييمه، بالعكس، عايزين نديله الفرصة. بالعكس، فليكن ان الشباب ياخد فرصته. بس دي يعني 26 سنه بقت، يا رب يا رب يبهرنا بادائه، وخصوصا انه امبارح كان رئيس لجنه مراقب المباراه يعني، وعليه اختبار صعب. طيب
اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة كنا أول وأكثر من رحب بها، كنا أكثر من أعلن تأييدنا ودعمنا للأستاذ عمرو الجنايني، صدقنا كل ما أعلن عن خطوات إصلاحية كبيرة، عجبني المؤتمر بتاعه صدقته، سقفنا لكتير من اللي جه في المؤتمر، وانتظرنا لحظات الاختبار، لأنه سهل جدا أن أنا أقول لكم أن أنا هبقى محايد، سهل جدا أقول الجملة اللي بتتقال على كل لسان، هقف على مسافة واحدة من كله بيقف على مسافة واحدة، وفي الآخر محدش بيقف خالص، كل واحد بيروح في سكته وبينحاز لأمره، لكنه على فكرة مسافة واحدة أنت ممكن تقف على مسافة واحدة هنا وردة وهنا سكينة مثلا خنجر. يعني مثلا مسافة واحدة دي مش يعني تعليق مش دقيق، مش دقيق لكنه بيجي الاختبار، يبقى الامور كلها على المحك. هنفكركم الاستاذ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد وقت ما تولى واعلن في اتحاد الكره في المؤتمر عن خطوات ومنهج العمل. اذا كان الدكتور جمال والكابتن احمد والكابتن فاضل هيختاروا المدرب المنتخب الوطني، حضرتك هتتفرغ لانك تناكف الاهلاويه؟ لا انا بس عايزه يعني عشان بقى نتكلم في النقطه دي ونقفلها خالص. بصوا يا جماعه، تعالى حاسبني وانا بتكلم على حاجه زي كده، تمام؟ وانا في شكل رسمي او على وسيله رسميه، بس ما ينفعش وانا بهرج مع واحد صاحبي تيجي تقول لي انت بتعمل كذا وبتعمل كذا. anyway خلينا بس نتفق ان اتحاد الكوره هنتكلم على 90% من اللي جم مسكوا اتحاد الكوره، يا من الاهلي يا من الزمالك. ما تقوليش لا اصل ده متعصب وده مش متعصب. بصوا بس، قبل اي قبل انا يا جماعه ما اكون زملكاوي انا مصري، تمام؟ وكلنا وقبل اي حد اهلاوي ما يبقى اهلاوي هو مصري. كل ما هو اقدر اقوله لك ان هو تعال امسك فيا وقول لي في عدل ولا ما فيش عدل، في تطبيق لوائح ولا ما فيش تطبيق ولا لوائح، مالكش دعوه بقى. وليك عليا ان انا عمري ما هيحصل ان في كلمه هتطلع وانا متولي المسؤوليه والكلام ده، ولا يهز اي حد بشعره. اللي انا بقوله، انا يا جماعه بقالي 33 سنه بشتغل، تاني هقولها للمره أنا والله العظيم عمري ما فشلت. واللي شاف برضو خطاب سيادة الرئيس الأخير في مؤتمر الشباب، قال كلمة جميلة جدا عدت على الناس كلها لما قال لك المجاملات. لا أنا مش هجامل، أنا لو جبت لي سكين على رقبتي أنا مش هظلم، أنا اتعودت في شغلي أنا لا بحب ولا بكره، وأعتقد هو ده سر النجاح. بحب واكره، ده صاحبي اللي انزل اخرج معاه، ده صاحبي اللي اروح ازوره ويجي يزورني، تمام؟ اما شغلي فما عنديش تهريج ومفيش مهادنات لكل اطراف المنظومه. واعتقد مع وجود الناس، كل الناس المحترمه اللي موجودين في هذه المنظومه، ان الكلام ده مش هيزعل حد خالص. فتمسكني في ايه او تقول لي التزم معاك بايه؟ التزم معاك بالحياد، التزم معاك بعدم الكيل بمكيالين، التزم معاك بعدم مجامله اي طرف من اطراف المنظومه على حساب الطرف الاخر، هو ده اللي تحاسبني عليه. انما تقول لي فلان صاحبك وفلان مش صاحبك، معلش مع احترامي يعني كتير، وانا بقول لك اهو كامل احترامي وتقديري لكل جماهير مصر. انا النهارده الخمسه دول اللي بتشرف بالوجود معاهم بيدير الكره المصريه، واحنا واخدين. طب ما انا معايا محمد فضل ومعايا احمد عبد الله، دكتور احمد عبد الله، ويعني اقطاب والله العظيم. كل اي انتماء او اي حد يا جماعه، كابتن محمد حسن حلمي، كابتن محمد حسن حلمي كان رئيس اتحاد الكوره، ها، واللي راح اداله صوته كابتن صالح سليم رحمه الله عليهم الاثنين.
فموضوع اهلي وزمالك، وانا هقول لك حاجه، ده انا والله مجلس اداره النادي الاهلي اكتر من 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 الاعضاء الزملاء برضو اللي موجودين في الزمالك، بس في زميل وفي صاحب وفي وفي، فبلاش نقعد نسخن في الماضي. واحد بيهرج، المهندس عبد القيه برضو ما هو طلع قال لك وكنا بنقعد نهرج مع بعض في التليفون، بس انا ما عنديش فيسبوك. ايوه ماشي، طب ما ذنبي بقى ان انا كان عندي فيسبوك شخصي مقفول. اه بالمناسبه كمان ده في صفحات طلعت ده بيقول كذا وبيقول كذا، انا لا بقول ولا عملت ولا اتكلمت ولا فتحت بوقي، وعمل استفتاء. هو ده الكلام اللي احنا وما عندناش سبب ان احنا ما نصدقش. يعني الاداء استاذ ابراهيم هو المحك باستمرار الاداء. أيوة. انت هتيجي تقول للاستاذ الزناتي رئيس لجنه المسابقات، طيب يا رئيس لجنه المسابقات هنشوف اداء، اذا كان الراجل هيشعرنا بانه هو فعلا ما عندوش مجاملات. الكلام اللي قاله استاذ عمرو الجنايني ما حدش شافه اكتر منه. ايوه استاذ عمرو قال على 3-4 بس يطبق، هم الدستور اللي احنا هنحاسب عليهم مع اول محك، مع الاختبار اللي حصل امبارح. الراجل اتكلم بمنتهى الوضوح، قال لك سكينه على رقبتي، الحياد، عدم الكلب ميكيلين، عدم مجامله اي طرف على حساب الطرف الاخر، وقال لك انا مش هجامل، ولو السكينه على رقبتي مش هجامل. كلام رائع جدا ومبادئ شديده الوضوح والاحترام. امبارح في مباراة الزمالك وبيراميدز، بالمناسبة بنهني الزمالك على فوزه بهذه المباراة، قدم عرض كويس جدا يا باشمهندس، استحق الفوز. صحيح ان بيراميدز ما كانش عنده الدوافع القوية جدا اللي كان بيلعب فيها ماتشات كتيرة، لكن الزمالك مش ذنبه انه بيراميدز ما كانش كويس، هو في النهاية استغل قدراته وطاقته ودوافعه وكسب مباراة بشكل جيد. فبالتالي ده كلام ملوش علاقة باللي احنا بنقوله. بعد المباراة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك دخل في وصلة شتيمة احتفالا مع الجماهير في حق الأهلي ورموزه على مرأى ومسمع للجميع. غريبة جدا ان انا احتفل، يعني يمكن يا شوارب الصورة موجودة اهي، يعني مش هنقدر طبعا نجيب الصوت ولا نكرر اللي حصل، لكن ده حصل على مرأى من الجميع. رئيس لجنة المسابقات حاضر، الأستاذ حسام الزنادي لا ده حاضر وهو مراقب المباراة. أيوة هنا دي الخطورة. رئيس اتحاد الكرة حاضر وهو المسؤول الأول عن إدارة الكرة، وهو اللي قال لنا دلوقتي أنا ملتزم بالحياد، ملتزم بعدم الكلب ميكيلين، وعدم مجاملة أي طرف على حساب طرف. يعني أما كابتن شيكابالا أوباما يتصرفوا هذا التصرف على اصوات الجماهير اللي هي ما حدش يقدر يقول ما سمعناش او ما شفناش. الكل الاستاذ حسام زناتي هو مراقب المباراه. كانت القضيه يا استاذ ابراهيم وانا قاعد في لجنه المسابقات، وكان يجي الاستاذ عبد الله جورج موجود والاستاذ ثروت سويلم كان معانا، فيجي احيانا احنا شفناه كلنا عايزين ناخد فيه قرار مثلا، نفاجئ ان تقرير مراقب المباراه ما ذكرش حاجه وتقرير الحكم ما ذكرش حاجه. فاستاذ عامر حسين يقول طب انا هعمل ايه؟ اللائحه بتنص على ان ما يرد في تقرير الحكم ومراقب المباراه. وطلعنا مره في ملك وكتاب وقلنا ذا الكلام. ايوه. وناقشنا استاذ عامر فيها. مش معقول يا جماعه خدوا بالفيديو. خدوا وبعد كده قالوا هناخد بالفيديو وما خدوش. ايوه. النهارده انت مراقب المباراه اللي هتكتب لرئيس لجنه المسابقات. يعني انت هتكتب لك انت هتكتب لك انت هتيجي تقول له ما شفتش، هيسالك هو ايه اللي حصل هتقول له ما شفتش. يعني هنا المحك بقى. انا ما حدش يقول لي ده زملكاوي ولا اهلاوي ولا اسماعيلاوي ولا ترسانه ولا كان مبسوط ولا احتفل ولا رقص، كل ده يرقص ويحتفل زي ما هو عايز. آه. بس يعمل ضميره، لان هنا بقى ما اظنش ان حد يعني هيقبل انه يكون برضه يعامل اكنه ساذج. يعني انت في التزام، في مسؤوليه، انت جاي تدير مسؤوليه، انت مش جاي تعبر عن نفسك. واحنا لسه في بدايه، لا ده نهايه موسم. ايوه ده احنا لسه في نهايه موسم وبدايه عمل لجنه جديده، يعني لجنه لاداره الاتحاد باذن الله كل مخاوف الناس
تبقى مش في محلها، ونشوف أداء محترم ملتزم في مسؤولية في إعمال الضمير، ها نخلع انتماءاتنا كما ينبغي، ها وبإذن الله يعني نرى أداء مطمئن ولصالح الكرة المصرية. وده اللي خلى الزميل الإعلامي المحترم الحقيقة المهني بشكل واضح وحريص على مهنيته هاني حتحوت كتب تويتر بيقول: ليعلم شيكابالا أن بعودته قائدا ومسؤولا في الزمالك اختلف الوضع تماما عن 2009 وما قبلها في كل شيء، فلا يليق به ولا بمكانته أن يقود أو يشارك الجمهور في سباب منافسه. بقول لكم الكلام كان على الملأ. طيب أنا عايز أتوقف. وبيقول: وفي ظل رغبتنا الشديدة في استمرار عودة الجمهور للمدرجات تصرف كهذا يعطلنا، وإحنا ما صدقنا. طيب أستاذ هاني حتحط هنا عمل إيه؟ أيوه، ناقش القضية، ناقش الوضع، ما ناقش مشاعره، ما ناقش وجهة نظره، ما قالش رأيه. قال رأيه في المبدأ، مش في رأيه في العاطفة. هو ده اللي أنا عايزه. يعني أنا النهاردة أقبل من واحد أن يكون بهذا عنده المسطرة دي، أنه يقدر يحط المسطرة السليمة اللي يطلع عدلي، يطلع أستاذ إبراهيم، يطلع شيكابالا، يطلع كابتن رمضان سوق، أي حد هيعمل تصرف هيتقال له نفس الكلام. أيوة، وده اللي قاله الأستاذ عمرو الجنايه: أنا ملتزم بالكيل بمكيال واحد، مش هكيل بمكيالين، وملتزم بمواجهة أي خطأ، وملتزم بان انا هدي كل واحد هنكون حقه، اسعد الناس لو ملتزم بعدم المجامله. ده كلام الاستاذ عمرو الجنايه، اللي احنا زي ما قلت لكم الكلام كويس قوي لكن الامور كلها على المحك. رئيس لجنه الانضباط المستشار سيد بنداري تحدث مع الاستاذ احمد موسى في صدى البلد عن اختصاصات لجنه الانضباط في الاتحاد، ايه دورها في مراقبه اي مخالفات، هتعمل ايه؟ نشوف المستشار سيد بنداري. دي هتعمل ايه يا فندم؟ هي اختصاصها كل ما يحال اليها من الاتحاد وما ما يرد اليها من شكاوى وما قد يلحظه كمان الاعضاء. يعني هي صلاحاتها مراقبه اي مخالفات وتوقيع العقوبات الانضباطيه على جميع عناصر اللعبه. كل حاجه ما عدا الاخطاء الفنيه اللي هي تخضع لاختصاص اللجان الاخرى. تمام، يعني كل بعيد اللي هو بعيد عن التحكيم تبعكم. بالظبط، انتوا بتعدلوا اللائحه اللي موجوده ولا بتلغوها ولا بتغيروها ولا بتعملوا حاجه مختلفه؟ بص يا احمد بيه، كل فتره في لابد ان يكون في تحديث، في حاجات جديده، في وارد جديد. يعني مثلا السوشيال ميديا، يعني اللافتات اللي بتطلع مثلا في الملاعب فيها اي تحيز او اي اساءه او اي اهانه لاي شخص في الدوله، طبعا ده غير مقبول. الكلام ده كله يعني احنا بنشتغل عليه من دلوقتي. يعني حضرتك بتقول لي اللافتات اللي هي بين جمهور، ممكن جمهور يشتم جمهور اخر، ده تحت رقابتكم؟ طبعا. ده ممنوع. حضرتك بتقول لي لو في جمهور شتم داخل المدرجات ده اجراء بيخضع لاجراء تحقيق او قانون؟ وانس ان مراقب المباراه او السيد رئيس اللجنه او السيد رئيس اللجنه لجنه الاتحاد او اي من اعضاء الاتحاد بادر الى ارسال هذه الشكوى، خلاص بنتصرف معاها وبتتحقق يا فندم، ومن يثبت انه له علاقه بذلك بيوقع عليه العقوبات. وعلى فكره العقوبات الانضباطيه دي هتوقع على الاشخاص الاعتباريه والاشخاص العاديه. بمعنى ايه؟ يعني الاشخاص الاعتباريه ممكن النادي والروابط. اذا كان في رابطه، يعني جمهور نادي سين او نادي صاد لو عمل اللي حضرتك بتقول عليه ده توقع عليه عقوبه. والمقصود بالروابط يا فندم هنا الروابط المعتمده من الاتحاد. يعني مثلا في مخالفه النظام الاساسي للاتحاد، ده غلط، ده مخالفه. مخالفه احكام اللائحه، لائحه المسابقات، عدم تنفيذ الاجراءات والقرارات اللي بيصدرها او بيتخذها المجلس، التسبب في عدم اقامه مباريات، التخلف عن مباراة، كل الكلام ده حضرتك في حاجات يعني احنا والله شغالين عليها من اليوم.
برضه كلام حلو جدا، بس هيتفعل ازاي بقى؟ هو هيشتغل ما يرد الينا من تقارير في اي مواضيع غير فنيه. طيب التقارير دي هتعرض منين؟ من المراقبين، من لجان الاتحاد المختلفه، او هو عناصر متضررة. آه. هو ما يجي يقول لك هتافات الجماهير واشتمها وتجاوزها في بعضها، طيب ودي مين هيبعتها لك؟ يعني النهارده هل ده معناه ان الاهلي لازم يتقدم؟ افرض ان لجنه المسابقات ما كتبتش، افرض، اتمنى انها تكتب طبعا، طب افرض ما كتبتش، الاهلي يتضرر، يبقى لازم كده بنقول للاهلي ابعت جواب احتج على هذا التصرف، الاساءه اللي حصل. اه بس من بدري حتى من باب ايه؟ انك تمنع جمهورك انت انه يغلط. طب ما انا خليني اسال سؤال مبدئي شويه. اه اذا كانت لائحه البطوله اصلا ان هي بدون جمهور، شروط مسابقه كاس مصر اللي ارسلت للانديه قبل ما تبدا البطوله ان هي بدون جمهور، والنبي ما تحيرنيش بقى استاذ ابراهيم، ما هو فجاه بقى في جمهور. ما هو يعني الاهلي لعب مع بيراميدز بدون جمهور، هو في حاجه اسمها بدون جمهور؟ في لائحه اتبعت لناس تقول بدون جمهور كشروط مسابقه؟ طب يبقى ليه حضر الجمهور؟ ما هو ده السؤال. طيب ده السؤال، هيقول لك عشان احنا بعد كده خدنا قرار. لا، سالت واحد من المعنيين فقال لا، لان دي مباراه نهائيه فلا يليق ختام موسم وختام مباراه نهائي ما يكونش فيها جمهور. قلت له طب ما الاهلي كان بيلعب مع المصري مباراه نهائيه في كاس مصر وكان بدون جمهور برضه. ما قالكش ايه بقى يا استاذ ابراهيم؟ انت مزنقها ليه؟ هو انت كل ما اقول لك حتى كنت تقول لي حاجه يعني. لا والله شر الباليه ما يضحك بجد. آه. يعني نفس يعني البطوله، مساله مش ممكن يا جماعه. نفس البطوله السنه اللي فاتت الاهلي والمصري واخرتها. اه ويطلع لي يقول لك تكافؤ الفرص والحلال والحرام. هو احنا اللي ما بنشوفش الغربال ده ايه؟ هو في حاجه كده في الدنيا؟ طب هل لجنه الانضباط والمستشار سيد بن داري قراراتها ومهام عملها هيكون قاصر على الأطراف الفنية بس، ولا ممكن توسع نطاق المساءلة لمجالس الإدارات؟ نشوف. لو في مسؤول نادي أو مدير كورة أو مدرب أو خرج عن زي ما أقول كده الذوق العام أو الأخلاق أو الانضباط العام، بتتعاملوا معاه؟ بص يا أحمد بيه، أنت قصدك إيه؟ لا انا بتكلم بشكل عام. لا انا بتكلم بكل حاجه، انا بتكلم بشكل عام. طب لا يا باشا، اي عنصر من عناصر اللعبه بما فيها مجالس ادارات الانديه، بما فيها ثاني، بما فيها مجالس ادارات الانديه يا فندم. آه. والمنظمين كله، يعني بص حضرتك، كل عناصر، كل من له تدخل الانديه واعضاء مجالس ادارتها وكل عناصر اللعبه. طيب اللائحه اللي بتعدوها يا فندم، هل يعني بتشوفوا مثلا لوائح دول اخرى بنعتمد على ايه؟ ما لازم حضرتك، انا جبت اللائحه بتاعت الفيزا ولائحه الكاف، ولازم اراعي هذه اللوائح كلها. واحنا بنحط اللائحه الانضباطيه، احنا مش بمعزل عن دول، خد بال حضرتك، بالنسبه لاتحاد الكوره بالذات في له وضع خاص، ان الفيفا والمحكمه بنجيب الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. ايوه لازم 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 اشوف الكلام ده عشان اتوافق معاه. اه مش هعمل حاجه بمعزل عنهم او فيها مخالفه لحاجه عندهم فتطلع قراراتي انا مش مظبوطه. انا ترجمنا حضرتك لائحه الانضباط بتاعت الاتحاد الانجليزي لكره القدم، واخد بالك؟ كل الكلام ده لازم نشوفه ونقراه نراجعه نشوف ايه المتوافق مع الكاف والفيفا ونحطه. كل الكلام ده ان شاء الله احنا شغالين عليه. اه ولا حكم يكتب فيه شك ويجي واحد يشتم ويعمل بتاع، ما تقدرش حتى تكتب فيه شك، او لو كتبت فيه شك كانك ما كتبتهاش. ما كتب الرساله وما بعتهاش، هنعمل ايه؟ هو ده السؤال اللي فات الاستاذ احمد موسى.
مع انه السؤال كويس نفسه في حد ذاته، هتعملوا ايه مع نصر اللعبه؟ الالتزام اللي قاله سياده المستشار يهمني ان هو يتنفذ، وهيتنفذ اثق بعد عداله. هم الملاذ، القضاء هو الملاذ. اذا لم تتعامل مع القضاء على انه الملاذ، واذا القضاء يعني ما كانش همه الاكبر انه يحتضن الذين يستغيثون به، هناك مشكله. ولا اتصور انه هيكون هناك مشكله امام القضاء. القضاء هو الملاذ لاي انسان متحضر يريد ان يحصل على حقه. طيب، من الدافية الفينيقية، انت ما بتتوبش تاني؟ القصة وما فيها، الزميل الأستاذ محمد الشرقاوي، فاكرين انتم محمد الشرقاوي في قصة الأهلي في المنطقة الدافية، وكانت النتيجة ان الدافية طلعت البطل، وفي النهاية من ضحك أخيرا ضحك كثيرا، وتوج الأهلي ببطولة الدوري. طيب، المهندس عدلي أشار في البداية إلى مقالة الزميل الأستاذ علي بركة رئيس تحرير مجلة الزمالك، خدنا بطارهم وغسلنا عارهم، في الإشارة إلى هذه المباراة. لا، وكان أنا قريت لقيته ذكر يعني في المقالة، يعني ما ممكن يقول لك أنت دخلت على نفسك يعني، فقريت بعض السطور كده. لكن انا اصل في حد برصانه الاستاذ علي بركه وخبرته القديمه، وهو صحفي يعني له طعم خاص، وده اللي انا عايز اقوله. مش عايزين الفرحه تخلينا يعني الزمالك من حقه يحتفل، مش فرحانين ان الزمالك لعب فرصه بقى ان ينال من النادي الاهلي، اللي هو مش في الصوره. انت بالزبط. ما غلبتنيش انا بالظبط، ما هو انت غلبت بيراميد اللي انت معتبره غلبني، وانا غلبتك. هنحسبها زي كده. وهنرجع بقى لموضوع الكاس يا استاذ ابراهيم نفسه، ولا في فقره جايه مش عامل؟ لا، هو ده. طيب استاذ ابراهيم، لماذا دائما الكاس يقال انها مسابقه المفاجات والتي تحتمل اي نتائج، وبنشوف انديه درجه تانية بتكسب على انديه عريقه جدا على مستوى العالم في دوريات عتيقه وخطيره؟ ليه؟ لانها هي بطوله الغلطة الواحدة. أنت في الدوري ممكن تتعصب في يوم مش بتاعك، حكم يظلمك مرة، حكم لعيب يخذلك مرة، لكن عندك من زخم المباريات وعددها فرص التعويض، فلما بتبقى أنت واقف على رجلك صح بتلحق تعوض وتلم نفسك، وده ما بيحصل مع الأهلي، ولذلك الأهلي صعب يخسر الدوري. صعب يخسر الدوري. انما بس استناني معلش، انا عارف انك مستعجل وهخليك تعمل اللي انت عايزه، بس انا في كلام كده بحب ان انا قبل ما انساه. هو لماذا بعدوا الاهلي عن نهائيات لمده في العشر سنين اللي فاتوا؟ يعني وصلنا نهائي او اتنين. لماذا؟ لان سهل جدا تخسرني ماتش. أنا كنت كلمتك قلت لك أستاذ إبراهيم عايزك تفتكر لي أربع خمس سنين اللي فاتوا الماتشات اللي خرجنا بيها. هجيب لك آخر حاجة على الأقل. لا، هيبقى آخر حاجة، لا. آخر حاجة هتبقى صدفة. لكن لما تبقى آخر حاجة باعتراف رئيس لجنة الحكام يا سيدي معلش. ما عملولناش التلات أربع ماتشات موجودة، بس خلينا الأول أقول لك، هي الفكرة في إنه الأهلي بطل الدوري السنة دي. تخيلوا بطل الدوري هيندثر. نشوف محمد الشرقاوي. لا انت عايز تجيبها في ميعادها. ماشي. التاريخ هيذكر ان امير مرتضى منصور المشرف العام على كره القدم بنادي الزمالك حصد بطوله كاس مصر 2019. نفس التاريخ هيذكر ان مثلا سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اكتفى بالافيهات. احنا سيبنا له الافيهات وسيبنا له التحفيل على السوشيال ميديا وبنكتفي بحصد البطولات. من سنة الحياة ان الكبير ما بيفضلش كبير على طول. يعني مثلا الحضارة الفينيقية كانت في وقت من الاوقات مزدهرة جدا ومسيطرة على العالم، بس هي فين دلوقتي؟ نفس الحال دلوقتي تقريبا. انا خايف على النادي الاهلي انه يمشي ويندثر زي الحضارة الفينيقية. انا اخشى
الخيفة ان هم يستمروا في نغمه ان كذا احنا عملنا كذا احنا حققنا بطوله كذا، بيتكلموا دايما بصيغه الماضي. استغفر الله العظيم، اي شيطان اوحى اليك يا استاذ محمود في زراعه هذه الذهنيه تبقى مسؤوله في النادي الاهلي؟ ناس ما بتحبش الاهلي الى هذا المستوى، مره في المنطقه الدافيه ومره كده مش هيهبط ومره يندثر، يعني هل ما كنت شايف في حاجه تستحق ان هي تنهض بالنادي الاهلي فجبته يدينا من الخبرات كيف ينهض بالنادي الاهلي؟ يا استاذ ابراهيم الاختراق لم نتخلص منه، لانه على مدى 4 سنين الاختراق تغلغل اصبح مش في انك انت جبت لي لجنه او اداره برامج او سيطره على الاعلام الاهلاوي، لا ده انت وقدت المواهب الإعلامية اللي كان ممكن تكون موجودة بقالها 7-8 سنين وهي تكون قيادات في أماكنها النهاردة من الإعلام الأهلاوي. إحنا يدوبك بدأنا خطوة متأخرة دلوقتي، لكن هل ممكن يتعمل لهم عضويات 4 أو 5 عضويات للمجموعة الزملكاوية التي كانت تدير الإعلام الأهلاوي في جوه النادي؟ يعني الاختراق مش بس في الشغل بحيث ان ينتهي عملهم، لا ده انت زرعته في الجمعيه العموميه كمان عشان تعاني منه الى الابد. انا يعني يا استاذ محمد، يعني انت برضو بتتكلم نفس الشيء اللي اقوله للناس، انت فرح كسبت يا سيدي وابتديت انك تهني الاستاذ امير انه كسب، لكن الاستاذ سيد اكتفى بالافهات. سيد ما خدش الدوري. لا ده الافيهات دي اتقالت وهو بياخد بطل دوري قبل ما ياخد البطوله. وما كانش لسه على المسرح. ايوه ساعه ما كان في المنطقه الدافيه او كان مهدد بالهبوط زي ما كنت بتقول. فلما ياخد الدوري تقول انت مكتفي بالافيهات وان انت عايش في التاريخ، الدوري بقى تاريخ، ولما يخرج بفعل فاعل عشان ما يلتقيكش، ما هو انت بتكسب كمان، ما هو لما بتتوسع لك الطريق. الأهلي يحال بينه وبين الوصول إلى النهائيات، بل يعني أمام الأسيوطي، هزيمة الأهلي أمام الأسيوطي السنة اللي فاتت، والسنة دي الهزيمة أمام بيراميد، هل ده معقولة باعتراف التحكيم هنا وهنا؟ شوف عشان أنا مش هقول فوز الزمالك إزاي، ماليش دعوة، أنا هقول أنا بتخرجني إزاي. أنا ليه ما كنتش موجود امبارح؟ أنا ليه ما كنتش موجود امبارح في الكاس؟ مين اللي خرجني؟ نشوف رئيس لجنة الحكام دلوقتي كابتن جمال الغندور لما حلل ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز عشان نأكد على الكلام اللي قاله المهندس عدلي، في الكاس سهل توسع الطريق لحد وتخصي حد، حتى لو كانت بأخطاء في حجم اللي قاله جمال الغندور رئيس اللجنة نفسه، نشوف. وإجماع الخبراء. تعال نروح لحاله من الحالات اللي هيحصل عليها جدل كتير، لان في بعض المعلومات المغلوطه اتقالت من بعض الناس عن القوانين الجديده والتعديلات الجديده فيما يخص لمسه اليد. تعال نشوف اللعبه الاول من الاعاده اهو. اللاعب خد الكره بايده ولا ما خدهاش بايده؟ ما فيهاش خلاص بايده. نشوف كده الكره راحت جدا عند ايد اللاعب يا كابتن وليد، خدها بايده، ايده اتحركت لها خلاص. ده بقى مدافع مهاجم هيتحاسب، مش ملهاش علاقه بالمدافع والمهاجم. حته المهاجم دي موضوع تاني هنقف عنده، حته المهاجم دي لان في بعض الناس للاسف الشديد طلعت قالت انه اي لمس لليد في اي مكان بقت مخالفه. الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده لا يمت، لكن دي مش محتاجه تعديل. دي اللاعب ما طالش الكره بجسمه، خدها بايده، تعمد. خلاص سهله، مش صحيح. محتاجه بقى لا فيها لا هنتكلم عن مسافه ولا نتكلم عن اي معطيات او اي اعتبارات لانها سهله. هنا دي لمسه يد لم تحتسب على مدافع. نروح للحاله الثالثه في المباراه وهنشوف هنا ايضا حاله تسلل. احنا قلنا حاله التسلل الاولى غير صحيحه، نشوف حاله التسلل الثانيه في المباراه ونقف عند لحظه لعب الكوره من لاعب النادي الاهلي اللي هي دي اهي، مش محتاجه انا هنا لا اعمل خط ولا حاجه اهي.
ادي لحظه لعب الكوره دي بقى سهله. دي سهله ليه؟ لان دي مش خط واحد. صحيح. دي فيها نص يارده، اكتر من نص يارده شويه، ادي لحظه لعب الكوره اهي، خليها تمشي شويه كمان، اتفضل يلا. دي اللي بيتحاسب عليها اللاعب، وبالتالي هنا طبعا برضو هنا اترفعت الرايه، يلا خلي اللعبه تمشي اتفضل يلا اهي. بص اترفعت الرايه على تسلل ايضا غير موجود، وبالتالي قرار كان غير صحيح. يلا نروح لحاله من حالات اخرى اهي على حدود منطقه الجزاء. هقول لكم على حاجه مهمه جدا، انا هرجع للقطه دي تاني، بس ايه، هو طبعا هنا اللعب استمر، هنشوف اللعبه وبعدين هرجع للقطه دي تاني عشان اقول لك حاجه مهمه جدا. يلا هنا دي اللعبه اهو اهو، زي ما قلنا الفاول اهو، شايف الايد؟ زي ما الفاول اللي اتعمل على اللي عمله الشحات، هي نفس اللعبه. هنا كان يجب احتساب فاول لصالح رمضان السيد. طيب هنروح للشوط الثاني، ونروح لاهم حاله في المباراه، هل في ركله جزاء ولا ما فيش ركله جزاء؟ متفقين كلنا، والقاعده اللي من ساعه من قبل ما ندخل التحكيم لغايه النهارده عشان ما حدش يتكلم عن تعديلات، اذا المدافع نجح في لعب الكوره تعظيم سلام ويستمر اللعب، اذا حضرتك ما لعبتش الكوره هتتحاسب على اي احتكاك. هو ما لعبش اي احتكاك، خلاص انت بعت نفسك، انت نزلت على الارض عملت تاكلينج، ما خدتش الكوره، الراجل خد الكوره، اي احتكاك بقى معاه بقت مخالفه، بقت فاول، باهمال، بتهور، باستخدام باي شكل من الاشكال، الاحتكاك هنا يعتبر مخالفه. اللي خد الكوره هو الصح، واللي خد الكوره هو اللي عنده الميزه، اللي اتعامل معاه، اللي ما خدش الكوره يتحاسب، ادي مره ودي مره ثانيه. اذا هناك شيء غريب يا كابتن كمان، ان الحكم الاضافي قدامها على طول، يعني طبيعي ان هو لو شافها بنتي كان رفع. الغريبه كمان يا كابتن انه هذه الحكم الاضافي محطوط في هذا المكان عشان اللعبه، عشان يساعد عشان اللعبه دي. انا مش عارف هيقدر يجيبها لنا، كان في هذا الموسم ركله جزاء في نفس المكان اللي اتشد فيها ازارو، وليد ازارو تقريبا، ازارو تقريبا مش كده؟ لو يقدر يجيبها لنا في نفس المكان، انا ما اعرفش كان مين الحكم الاضافي ساعتها، لكن كانت حاجه برضو غريبه جدا وما اتحسبتش. كان اعتقد ابراهيم نور الدين الحكم، ده ازارو اتشد، اللي هو شده يعني ما فيهاش في نفس المكان وبنفس الوضوح. صحيح صحيح، وبنفس الوضوح. انت يا حكم بتحكم المباراه كان معكش حكم اضافي، يعني انت تروح التمركز، واعتقد لو ما فيش حكم اضافي برضه هتبقى سهله على حكم المباراه انه يشوف، ولكن اللعبه سهله، اللعبه واضحه، لاعب اخذ الكوره ولاعب ما اخذش الكوره يحاسب، وركله جزاء لم تحتسب. حاله انذار، هجمه واعده، قرار صحيح على فكره يا كابتن جمال، شبه الكوره بتاعت رمضان صبحي اللي ما اتحسبتش، نفس الزقه من المدافع، الكره اللي كانت في الاول احنا جبنا لها واحده بقى كريم شبهها، مش عايزين نجيب اكتر من واحده. طيب هنا 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 وعلى فكره التعديل عالج النقطه، ولكن هي من غير تعديل. انا فريق خسران وبلعب بسرعه، لان انا خسران ودي ماتشات كاس وبلعب بسرعه، هتفرق ايه يارده ولا ياردتين لما العب الكوره بعيد يارده ولا ياردتين؟ دي عايزه كومن سنس من الحكم، بالعكس ده هم في المره الثانيه حطوا الكوره قدام اكتر، يعني حطوها ابعد. فبرضو كان من الممكن انه مثل هذه الحالات يعني نزل مرتب تتغاضى فيها عن مكان الكوره، يعني هنا فاول او تسلل، اتحطت الكوره هنا والفرقه خسرانه واتلعبت بسرعه، هتفرق ايه المترين او الثلاثه متر دول ان انا اصفر اوقف الهجمه وارجعك تاني؟ انت هتسيب كل حاجه وهتبقى تم استفزازك بانه انت بتوقف لي الهجمه بتاعتك، انت مش عايزني اهاجم، انت مش عايز نكسب، صحيح، انت عايز الفرقه الثانيه تكسب. شوف كل ده بيبدا بايه؟ بحاجه تافهه صغيره قد كده. صحيح. اداره المباراه يا جماعه من الامور، انا ما بتكلمش على الاداره، ان يكون في فاول ما احسبوش، او ان في تسلل اسيبه يعدي واقول ده اداره، لا، عشان بس التفسير ما يروحش بعيد، لكن انا حسبت فاول واتلعبت من على بعد مترين، وفين؟ مش قدام المرمى، ده عند المرمى بتاعي. ده احنا احيانا بنتغاضى عن 10 متر 15 متر طالما الكره في منطقه دفاعيه.
بنتغاضى عنها، بيبقى التسلل محسوب جوه الست ياردات وبيتلعب من بره ال 18 وبنتغاضى عنها. ليه؟ لان دي مش مؤثره. طبعا في حاله ثالثه اكثر وضوحا من الحالات دي كلها، اللي هي برضو خصوص حسين الشحات اللي لعبها بايده وهو على الارض. ثلاث ضربات جزاء وبعدين يجي يقول لك وانفراد وضربه حره، اخذنا بعاركه وخدنا بطاركه. اهي 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 اتفضل اتفضل اهو. ثلاث ضربات جزاء وبعدين تيجي تقول لي الاهلي ما لعبش الفاينل. طب ما هو سهل جدا انت تطلعني كل سنه. ممكن الاهلي بالطريقه دي لو هم في دماغهم ان الاهلي ما يلعبش فاينل كمان 10 سنين، ما يلعبش فاينل كمان 10 سنين اذا فضلت الامور بالطريقه دي تحكيميه. طيب الاهلي بطل الدوري، هذا الذي سيندثر، الاهلي بطل الدوري. طب مش هنعمل زي الفينيقيين والحضاره الفينيقيه وهنتكلم على التاريخ؟ طب نربط على كام؟ نتفق على كام؟ الالفيه الجديده، احنا اولاد النهارده في الالفيه الجديده. الالفيه الجديده الاهلي اخذ فيها 40 بطوله من 2001، ونادي الزمالك الشقيق الكبير المحترم اخذ 18 بطوله، منافس مباشر للنادي الاهلي. هذا ليس تقليلا من شان الزمالك، لكن ازاي تبخس حق الاهلي وتتكلم عنه بهذا الشكل وهو واخد 40 بطوله في الالفيه الجديده؟ منهم الاهلي ياخد الدوري 12 من 2001، الاهلي ياخد الدوري 12 مره، الزمالك ياخد 4، الاهلي ياخد الكاس 5 مرات، الزمالك ياخده 8، الاهلي ياخد السوبر المحلي 10 مرات، الزمالك ياخده 3، الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا 6 مرات، الزمالك ياخده 1، 6-1، الاهلي ياخد الكونفدراليه مره والزمالك ياخدها مره، الاهلي ياخد السوبر الافريقي 6، الزمالك ياخدها مره. هو ده في الالفيه الجديده. طيب في اخر 15 سنه، بلاش نقللها شويه، الاهلي فاز بالدوري 12 مره والزمالك مره. هذا الذي سيندثر، رائد الحضاره الفينيقيه، الاهلي بياخد الدوري 12 مره والزمالك مره في ال 15 سنه الاخيره. الاهلي في ال 15 سنه الاخيره يكسب 10 سوبر مصري والزمالك سوبر مصري واحد. الاهلي في اخر 15 سنه ياخد 5 دوري ابطال افريقيا والزمالك ما خدهوش. الاهلي في اخر 15 سنه ياخد 5 سوبر افريقي والزمالك ما اخدهوش. في اخر 15 سنه الاهلي يفوز ب 11 بطوله قاريه، 11 بطوله قاريه للاهلي في اخر 15 سنه، والزمالك بطوله واحده بتاعه الكونفدراليه. هندسر برضه. طيب اخر عشرة دوري الاهلي خدهم 9 مرات، 9 مرات من اخر 10 دوري، 8 سوبر من اخر 10 سوبر، اخر 10 القاب قاريه للانديه المصريه الاهلي فاز منهم ب9، اخر 10 نسخ من البطولات المحليه الرسميه واخر 10 تتويجات للانديه المصريه القاريه الاهلي اخذهم 27، اخر 5 مشاركات للانديه المصريه في بطوله العالم للانديه كلهم للاهلي. ده رائد الحضاره الفينيقيه، ده اللي هيندثر. شفنا الكابتن جمال الغندور، ولو خلي بالك يا استاذ ابراهيم 2015 اتقال نفس الكلام لما الزمالك كسب الدوري والكاس. قبلونا كمان 10 سنين وفي جيل مش هيشوف بطولات الاهلي، اتقال نفس الكلام كله. يا جماعه الزمالك هو بيحقق بطولة من حقه يفرح ومن حقه يحتفل، بس مش من حقه أو من حق أي حد منتسب إليه يسيء للأهلي أو يضغط على جماهيره. خلي بالك أنا برد على كلامه، أو يتجاوز حق جماهيره بهذا الشكل. يعني أنا برد على كلامه، هو مش برد على كلامي، هو بيعجبني بس. بالظبط. آه. لكن نهايته الأهلي بقى في حتة تانية خالص. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، شوفوا الكابتن الخطيب كلما تنالوا مثل هذه السهام يكرم من الفيفا، يكرم من الاتحادات الدولية، يكرم من الكاف، تجيله والناس بترد عنه بتكريمات ذات قيمة. يحصل ده في حق النادي الأهلي، فتلاقي صحيفة ميرور البريطانية تضع الأهلي المصري الأكثر نجاحا في العالم في كرة القدم، وتطلع الصحيفة البريطانية وهي صحيفة عريقة
سبقت نشأة الأهلي بأربع سنين. يعني ميرور بدأت 1903 وتغير اسمها أكتر من مرة، ذا ميرور والديلي ميرور، ورجعت لاسمها تاني. بس صحيفة بهذه العراقة وهذه القيمة تعمل قائمة للأندية الأكثر نجاحا في العالم في عدد البطولات، فيأتي الكلام على النادي الأهلي المصري في عنوانها شيء يسعد كل مصري، وشيء فعلا يعني مثار فخر كل واحد أهلاوي وكل واحد محب لهذا الوطن، إن يبقى عندك نادي في مقدمة أندية العالم في صحيفة بريطانية. بصوا القيمة وشوفوا مكانة النادي الأهلي عاملة إزاي. في حتة تانية خالص هتناكف معاك في مين خد الكاس ومين معرفش حصل له إيه. لا في حتة تانية خالص على المستوى العالمي. أنا فقد حقي، كان ممكن يبقى عندك حق. فياخد الأهلي، الأهلي كنادي بقى بعت لإدارة صحيفة ميرور إن أنتوا يا جماعة وأنتوا قايلين الأهلي 118 بطولة، لا في 18 بطولة أخرى لم تحتسب ضمن ال 118 أو إضافة لل 118، 16 بطولة لدوري منطقة القاهرة لأن دي كانت البطولة الرسمية المعتمدة في القطر المصري وقتها قبل انطلاق الدوري 48، بطولة كأس الاتحاد المصري عام 89، بطولة الجمهورية العربية المتحدة مصر وسوريا 61 لأن دي كانت دولة واحدة، ما كناش دولتين، إبان الوحدة بين مصر وسوريا دي كانت البطولة الرسمية في 61. بعتت إدارة النادي الأهلي لإدارة الصحيفة البريطانية ما يفيد عدد البطولات اللي الأهلي أخدها أو ال 18 بطولة اللي لم تضف إلى قائمة الأهلي اللي عنده 118 بطولة. اللي عنده 136 بطولة. يبقى 136، لكنه حتى الآن بحسب الميرور الأهلي 118، رينجرز الاسكتلندي 115، ناسيونال الأوروغواي 113، بينارول الأوروغواي 108، سيلتيك الاسكتلندي 105، برشلونة الأسباني 91، ريال مدريد 90، بنفيكا البرتغالي 82، وتنزل بالقائمة على طول شوف بايرن ميونخ ال 14، مانشستر يونايتد ال 12، أندية كتيرة عريقة كلها ورا النادي الأهلي. عارف مين النادي العربي الوحيد اللي موجود مع النادي الاهلي في القائمه دي؟ الفيصلي الاردني. 74 بطوله في المركز ال 11 لازم نشيد بيه. وبعدين عايز والزمالك في المركز 23 52 بطوله. عايزين يا استاذ ابراهيم بس والبطولات دي بتتقال نكمل شغل الديلي ميرر او الميرر. خليك معايا. انا معاك. عايزين نكمل المعلومه ان من امتى يعني ده يعني جلاسجو اقدم من النادي الاهلي. ايوه بكام سنه والبطوله نفسها يعني البطولات بتاعتهم. ايوه ما انا بقول لك هو ابتدى قبليه بكام سنه. صحيح يجي ب 20 سنه بالنسبه وتناسب تلاقيك انت حط من كام يعني حط عدد البطولات بعدد السنين هتجدني باي فار ما حدش هيجيبني. هو ده النادي الاهلي وهي دي قيمه النادي الاهلي اللي انا قلت لكم في حته ثانيه خالص. على الجميع أن يسعد ويفخر بالنادي الأهلي اللي لو فتحنا المجال لعدد التتويجات والإشادات والتصنيفات العالمية اللي ما من صحيفة عالمية كبيرة إلا وضعت الأهلي في تصنيفاتها في الصدارة. ليبقى الأهلي دائما وأبدا يا باشمهندس زين النوادي. إحنا خلصنا؟ إحنا خلصنا. لا ما خلصناش. وللحديث بقية إذا كان في العمر بقية. نستكمل الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله ويبقى الأهلي دائما زين النوادي.